مساء الخير وتحية لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل. مساء الخير من بطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة. مساء الخير من تلفزيون المستقبل وتلفزيون لبنان يلي عم ينقل اليوم معنا هالمباراة مباشرة على الهواء. نحن وياكم بلشنا نهار الاثنين الماضي بالنسخة 27 لواحدة من أقوى البطولات بالمنطقة، واحدة من أقوى بطولات الشرق الأوسط بمشاركة أقوى الفرق بالشرق الأوسط، بطولة دبي الدولية اللي هي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية. صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم اللبنانية يلي موجودين كتار كتير مثل اللبنانية يلي موجودين ورا الشاشات ببيروت بكل المحلات بكل المناطق اللبنانية ناطرين نادي الحكمة يلي من 15 سنة ما ربح بطولة دبي، من 2002 تحديدا، السنة الماضية ما كانت قدام الرياضة ناجحة الخبرية، هيدي السنة فريق كتير حلو، فريق لعب برجولة وقدر يوصل مع مدربه فؤاد أبو شعرة إلى الفاينل إلى جنبي رئيس نادي الحكمة المستقيل ولكن المحب جدا لنادي الحكمة ولفريقه نديم حكيم يلي كمان وجوده لعب دور كتير كبير إلى جانب اللاعبين على أرض الملعب. بريزيدون يعني ببيروت خبروك الأجواء احتفالية كتير، الكل ناطر هيدا النهار، قديش مبسوط انه وصل الفريق على فاينل دبي وقديش عطتكم روح رجعت هالبطوله؟ شوف اول شيء بدي اشكر كل لاعب لانه نحن كثير فخورين بهاللعيبه وفخورين بالجهاز الفني، والله يعطيهم الف عافيه ويعطيهم القدره انه ان شاء الله اليوم يفوزوا، لانه بتعرف من سنه 2002 بشرب حنينه وهيدي بتعني لنا كثير كثير، بتعني لكل شخص بحب الحكي، اول شيء طبعا لكل لبناني لانه نحن اليوم عم نمثل لبنان، عم نمثل كرة السلة اللبنانية وإن شاء الله يعني نحن على أعصابنا. الشباب وصلوا على الفاينل؟ لا أنا كان دائما عندي يعني كيف بدي أقول لك عندي ثقة إنه هن الشباب قوية والشباب فينا نتكل عليهم. هل حتكون هيدي بادرة إيجابية إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة لنادي الحكمة؟ أول شيء كل شخص يعني ما في من دون استثناء كلنا مبسوطين إنه وصلنا للفاينل. صح. وحنكون كلنا مبسوطين نحمل الكأس سوا. نحن كلنا للحكمة وأنا بدي حيي هون الأبونا جان بول أبو غزالة يلي قدر جمع كل هالشباب بالأشرفية بالمدرسة الأم لأنه هيدي بتعني لنا الكل وأنا بدي أحييه وقول له نشكره على كل جهوده وإن شاء الله نقدر نجيب له الكأس لعنده. إن شاء الله أكيد جمهور الحكمة كتير كبير بلبنان عم بتابعنا اليوم على شاشة التلفزيون المستقبل وكمان تلفزيون لبنان انضم لنا اليوم بنقل وقائع هالبطولة، بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله بنشوفك آخر المباراة مبسوط، على الرغم من إنه المباراة مش سهلة أبدا ولكن بالفعل إذا لعبوا بطريقة رجولية شباب الحكمة اليوم الفريق اللبناني ممكن يحمر اللقب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ثانك يو لك بإذن أستاذ نديم حكيم. مشاهدينا يعني عم خبركم هيك شوية أرقام قبل ما تنطلق هالمباراة، هالفريقين التقوا مرة واحدة الحكمة والأهلي الإماراتي، التقوا سنة 2012 تحديدا ب 20/1/2012 وقتها خسر الحكمة بنصف نهائي قدام الأهلي الإماراتي بفارق 20 نقطة 63-83. الحكمة سجل لهلا قبل انطلاء هيدي المباراة بهيدي البطولة 432 نقطة وتلقت سلة الحكمة 425 نقطة، معدل تسجيل الحكمة بالجيم الواحد ببطولة دبي الدولية هو 86 نقطة وبتتلقى سلة الحكمة بكل مباراة معدل 71 نقطة. أما من ناحية الأهلي الإماراتي الفريق القوي جدا يلي بيسجل 483 نقطة ولكن بمباراة زيادة لأنه كلنا بنعرف المجموعة الأولى اللي كان فيها الحكمة كانت بتضم أربع فرق بينما المجموعة الثانية بتضم خمس فرق وبالتالي الأهلي لعبين مباراة زيادة واحدة عن فريق الحكمة. الأهلي تلقت سلته 419 نقطة وبالإضافة لهالشي نادي الأهلي إذا نتطلع على معدلاته الأهلي بيسجل 80 نقطة، الحكمة عنده سكور ونسبة تهديف أعلى من النادي الأهلي الإماراتي ولكن الأهلي بيتلقى 69 نقطة، يعني الأهلي ماشي تفرق يمكن على نقطتين بالبرسنتج ولكن الأهم بيبقى الروح الإيطالية للاعبين نادي الحكمة. لاعبين نادي الحكمة عم بيلعبوا بطريقة رجولية، إذا عم نحكي عن ترال ستاغلن يلي عم يعرف كيف يلعب مع المجموعة كلها وقتها يعوزوا فريق نادي الحكمة عم بيكون ليدر وعم يعرف انتين يسجل
فارد عم بيلعب مباريات كتير كبيره، باتش الاوكراني العملاق المترين و13 عم بيلعب جيمز مهمين جدا، عم بيعمل ريباوندز بلوك شوتس، عم يسدد بطريقه ناجحه عن ارك 3 بوينتس. لبنانيا إلي رستم عم بيعمل مباريات ممتازه، رودريك عقل كمان وبشير عموري وقت عم ينزل روي سماحه، هيدي المجموعه كلها ما بتخوف. شوي حكي عن الاهلي الاماراتي ايضا بضم اغلى اجانب بالمنطقه، معدل تقريبا الاجانب بدنا نحكي مليون دولار لاجانب، شيخ سام بن داي وصاميال يونغ، وعندهم كريستيان بيرنز كمان لاعب نادي الوصل يلي مستعيرينه مثل ما الحكمه مستعير لاعب نادي الشارقه الاماراتي رشاد بل. ثلاث حكام اليوم على ارض الملعب، محيدين خطاب الحكم الدولي السوري وبالاضافه كمان ل الحكم حسن حاجي من الامارات. اليوم الامور كلها بتسقط، الحكمه خسر مره واحده بس بهيدي البطوله مثله مثل الاهلي الاماراتي، الحكمه خسر من الافريقي التونسي، ولكن هيدا كله ما بيقدم ولا بياخر. رح يكون معي الى جنبي بسرعه المدرب فؤاد ابو شاره، رح شوف اذا رح يكون قدامي كوتش فؤاد قادرين نحكي نحن وياه. على كل الاحوال هيدي مباراة تاريخية لنادي الحكمة، وقت ما تكون ربحان لقب 15 سنة بتفرق معك انك تقدر تربح، وقدام جمهور لبنان كثير مميز. كوتش فؤاد يعني اول شيء بدي اقول لك طلبت من اللبنانيين يصلوا لك، انا بقول لك والعاني صلوات، انا بدي اتشكرهم لكل اللبنانيين الموجودين هون، لكل اللي اجوا من بيروت، وبدي اتشكر الجاليه اللبنانيه بالامارات اللي عملت فرق كثير كبير. صح. جمهور الرياضي كله احترام، كله وطنيه، موجود معنا اليوم عم يساند الحكمه، وهيدا مزبوط الانصهار الوطني. بدي من كل اللبنانيه يدولنا شموع ببيوتهم كمان، يصلوا لنا، دعاءاتهم رح تعمل كثير فرق، لانه مباراه قمه نادي. صح. بطل الخليج الاهلي، نحن جاهزين، نادي الاهلي جاهز، والفريق الاحسن هو اللي رح يربح اليوم. كوتش فؤاد يعني انت بالفعل يعني متخصص بالفاينلز، متخصص بالبطولات، والنيه اهم شيء، النيه النيه صافيه، اثبتت انك عم تشتغل بظروف كثير صعبه ما فرقت معك، حيدت اللعيبه كلهم عن كل شيء. قديش عندك اليوم امل انه يقدر يرجعوا بالكاس؟ انا بدي اعطي كريدت كثير كبير للعيبه عن جد اللي صمدت وعم تلعب، نسيت كل شيء حتى تكون مفوكسة وتعطي الماكسيموم تبعها، وهيدا كله بفضل جمهور نادي الحكمة والمحبين الأصليين لنادي الحكمة. جمهورنا جمهور وفي، ما تركنا ولا وقت، نحن عم نخسر، نحن عم نعمل أخطاء، كان واقف حدنا، هيدا الجمهور ما بينترك، وهلا اليوم عم بيدعوا لنا ببيوتهم كل اللبنانيين كمان اليوم. انا بعطيهم كريديت كمان وين ما كان، بكل مطرح ما كانوا موجودين، خصوصي بمدرسه حكمه الام، وبحيي الاب جون بول ابو غزالي، بطلب منهم يصلوا لنا الماكسيموم، لانه نحن بحاجه، في فريق كثير حلو عم نلعب ضده، بنحترمه، ان شاء الله بعد 40 دقيقه بيكون جهودنا محطوطه بمحلها ونقدر ناخذ هالبطوله ان شاء الله. انا كنت عم اقول لهم قبل بس لاقول لك الفريق اللي عم نلعب ضده اليوم هو بطل انا رح اقول عم نلعب، مع احترامي كله للاهل بالامارات، لانه هن بيعاملونا كمان ما في شك اهلهم، نحن قديش بيهتموا فينا. وانا بدي اتشكر شكر خاص للواء اسماعيل قرقاوي اللي بخلينا نحس حالنا باماره دبي كانه ببيتنا. بس انا بدي اقول لكل الجمهور، كنت عم بقول الاجانب اذا بعمل لهم معدل فريق الاهلي بيطلع مليون دولار. صح. مش عم بقول ارقام مبالغ، بس هلا ما في حسابات قبل المباراه، هلا انزلوا الشباب اللبنانيه حتى بلش بيعملوا بجد. لكن انا كوتش فؤاد اكيد بدي اسمعكم، الحسابات كلها بتسقط وقت يكون في مباراه نهائيه، كل هالحسابات وكل الارقام يلي خبرتكم عنها قبل المباراه ما لها أهمية مشاهدينا، لأنه الفاينل مثل ما امبارح كانوا كتار ناس مفكرين أنه النجم الساحلي التونسي يلي اليوم قدر يربح 83-79 على الأفريقي التونسي ويحرز المركز الثالث ببطولة دبي الدولية من لحظات قليلة، الكل كان امبارح مفكر أنه الحكمة رح يواجه صعوبة كتير كبيرة، ولكن اللي اتضح انه لا، الحكمة هو اللي خلى النجم الساحلي يكون تحت ضغط كتير كبير ويكون بضغط نفسي. حتى على كل الأحوال النشيد الوطني بداية رح نقف للنشيد الوطني.
حسن، بعد النشيد الوطني اليوم التشكيله يلي رح يبلش فيها بالوقت يلي الجمهور الاهلاوي كان موجود باعداد كثير كبيره، مثل ما قلت لكم كمان باخبار جديده عن بطولات الانديه العربيه رح يكون في جوائز ماليه اذا الله راد من السنه القادمه بال 2016 للمنتخبات وللانديه، ما رح يكون المركز الاول والمركز الثاني والثالث فقط يظهر، رح يكون في جوائز ماليه مثل ما امبارح كان في لي حديث خاص رح نعرضه نهار الاثنين بحلقه فيوتشر سبورتس يلي بينعرض عبر شاشه التلفزيون مستقبل برنامج الرياضي الساعه 10 نهار الاثنين، في جوائز ماليه، في تطور رح تشهد كره السله العربيه مثل ما عم تشوفوا دبي بنظموا احلى البطولات، مثل ما كمان كنا معكم بالبري سيزن بدوره حسام الدين رفيق الحريري بنسختها ال 25 من البطوله الدوليه، مثل ما كنا بكاس بطوله بيروت للسيدات على كاس الرئيس هشام الجارودي ونهائي بطوله الانديه العربيه للسيدات. قبل انطلاق مباراه بدي اتشكر كل السبونسرز يلي كانوا معنا موجودين ببطوله دبي، بدي اتشكر كمان الصديق باسل مارديني والصديق عارف مارديني، يعني عم بتشكر سرار واللوتو يلي هن سبونسر لإلي، وكمان بدي اتشكر محمود عبد الله يلي بلبسني، وبدي اتشكر كل واحد عم يتابعنا. على كل الاحوال هيدي المباراة يلي رح تتابعوها بعد لحظات قليلة رح تنطلق، الحكام صاروا موجودين على ارض الملعب، جمهور كثير كبير وال مباراة رح تكون حامية على الماكسيموم. الأهلي الإماراتي الحكمي رح يبلش في فاردا وألي رستم وترال ستوكلين وباجوا بالإضافة لألو رودريك عقل، رح نشوف مع مين رح يبلش على كل الأحوال جمهور الأهلي بانتظار الخمس لاعبين يلي رح يدخلوا لأرض الملعب من الفريق الأحمر نادي الأهلي. صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم، جمهور مميز، محي الدين خطاب الحكم الدولي السوري بانتظار طبعا، وحسن حاجي رمية البداية، هيدا حسن حاجي هلا حيقدر الحكمة تكون مش الثالثة الثابتة، الثانية الثابتة، نشرب لنا نقطة مي ومنبلش. أول خمسة من ناحية الأهلي الإماراتي، اللاعب رقم 14 محمد مبارك راشد، وبالإضافة للاعب رقم 6 سعيد علي حسن والشيخ سامن داي العملاق السنغالي، اللاعب رقم 9 سعيد مبارك راشد، وبالإضافة لسامويل يونغ راقبه منيح، راقبه منيح هاللاعب رقم 44 سامويل يونغ، لاعب بيذكرني كثير بلاعب الحكم السابق المرحوم محمد آشا، فيزيكلي كثير قوي منه شوتر ولكن عنده بنتريشن على الباسكت ما بتتهدى. بلش الفاينل، المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية، مان تو مان ديفنس بداية الجيم، سامويل يونغ عن ارك لثري بوينتس، اوه بعدنا عم نقول ما بتشوط، بيسجل عن ارك لثري بوينتس، اول ثري بوينت بالجيم اماراتية، باتش الاوكراني لعند الي ريستوم اللبناني، فاردا تسديدة عن المسافة المتوسطة ما بيسجل منها، البوسيشن بتبقى للفريق اللبناني اوت اوف باوند، تبقى لمصلحة الحكمة،
رودريك عقل فاردا ما بيسجل عن ارك ال 3 بوينت. اول تسديده عن ارك ال 3 بوينت لفاردا. الاوفنس اماراتي. سامويل يانغ بيدخل على الباسكت ما بيسجل. الريباوند مهم كثير. الريباوند سكند تشانس بتكون اماراتي. مهم كثير الريباوند. نقدر نحصل على كل ريباوند. الاماراتيين فريق منظم جدا وبيلعبوا بطريقه منظمه على الدفاع وعلى الهجوم. خطا لمصلحه رودريك عقل. الكره رح تكون اوت اوف باوند لمصلحه الحكم اللبناني بنهائي بطوله دبي. ترال ستوكلن ضغط كثير كبير رح يكون على ترال بهيدي الجيم. ترال عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين؟ الكره لمصلحه الفريق الاماراتي. ست اوفنس مره جديده اماراتيه. بتسجل كمان للفريق الاماراتي عن طريق اللاعب سعيد مبارك. 5-0 رن بدايه الجيم للاهلي. فاردا لتحت الباسكت لعند ترال ستوكلن. حلو كثير تنسيق عالي بين فاردا وترال يلي بيسجل اولى نقاط الفريق اللبناني بهذه المباراه النهائيه. تسديده من المسافه المتوسطه. الريباوند اللبناني. الريباوند للحكمه لباتش. الاوكراني عن ارك 3 بوينت بيسجل. دخيلك بس وحده وتحق معه. بيسجل عن ارك 3 بوينت. بيعدل الارقام 5-5 ما بين الحكمه والاهلي بنهائي بطوله دبي. تسديده من المسافه المتوسطه ما بتتسجل من محمد راشد. ريباوند لرودريك عقل. مهمة هون يقدر يتقدم الفريق اللبناني. فاردا اوه عم يعملوا طريقة ذكية للدفاع على فاردا. الشيخ سامل داي امبارح كان عنده إصابة خفيفة بمباراة النصف النهائي ضد الأفريقيا التونسي. هيدا الشيء عم نخلي الشيخ سام إذا بتشوفه ما عم يحط كثير طاقة على الدفاع. عم يجرب قد ما في يدل ما عم يحط طاقته القوية على الدفاع ويكون في هلب معه. رودريك عن أرك 3 بوينت ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ للشيخ سامل داي. الريباوند للشيخ سامن داي. مان تو مان ديفنس. سامويل يونغ عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. باتش بالضغط على الريباوند. ثاني ريباوند بالجيم للاوكراني. ترال ستوكلن بيكمل على الباسكت وبيسجل. ترال ستوكلن للفريق اللبناني وبيعطي التقدم. نقطة الرابعة على ترال ستوكلن واول تقدم للفريق اللبناني على الفريق الاماراتي بالفاينل للحكمه. محمد راشد. سامويل يونغ بعيده كمان عن ارك 3 بوينتس. انا هيدي قلتها باول الجيم منه كثير شوتر بس المهم نلم ريباوند يا شباب. الكره لتحت الباسكت تسديده ولكن انتهوا ال 24 ثانيه. انتهوا لا لا ما في باسكت. ايه ما في باسكت كل جمهور الحكمه يلي عم يتابعنا بلبنان وين ما كان بكل المحلات اللي فيهم سكرينز وبمدرسه الحكمه الاشرفيه وببروس كافيه بالدكواني وبالكاستيك. لازم تدعوا لفريقكم اليوم ليقدر يربح على الفريق الاول الاماراتي. باتش لمين؟ الكره لمصلحه الحكمه اوت اوف باوند. الكره لمصلحه الحكمه. الاوكراني بيستلم. فاردا لعند رودريك عقل. رودريك باتش على البوست بايده ما بيسجل. هو بيلتقط الريباوند. بيلتقط الريباوند وبيستعرض بالسله الاماراتيه وبيسجل الاوكراني المترين و13 وبيقيم الجمهور اللبناني بصاله مكتوم بن محمد ال مكتوم وبيعمل نقاطه 5 وفرصة إضافية عن الفري ثرو لاين.
باتش وبيسجل نقطته السادسة والعاشرة للبنان للحكمة 10-5 بهالكوارتر الأول. الشيخ سامن داي عن أرك 3 بوينت ما بيسجل. ترال استقلم بنقطة الريباوند والأوفنس حكماوي الأوفنس لبناني. ترال استقلم تورنوفر ما بوقته أبدا تمهو على التورنوفرز. وسامي اليونغ بيسجل سامي اليونغ وبيحصل على الخطأ على باتش. رح يكون عنده سامي اليونغ فرصة إضافية عن الفري ثرو لاين. عشرة ثمانية فريق بينزل لنقطتين. رودريك عقل بوينت جارد الفريق اللبناني. باتش بده يسدد عن ارك الثري بوينتس بيسجل عن ارك الثري بوينتس. ولا هو هون مش مشكلة خليك مش هون المهم نحن نكون هون المهم السكور يطلع للفريق اللبناني. الريباوند الريباوند يا شباب الريباوند هيدا خامس اوفنسيف ريباوند. شيخ سام بن داي بيسجل بطريقة ذكية لأنه بيعرف أنه العملاق الأوكراني ما رح يعمل فاول ما بده يركب عليه الفاول الثاني تركه يعمل بنتريشن على الباسكت. فرق ثلاثة للبنان ثلاثة للحكمة. باتش مرة جديدة خطر جدا هاللاعب الأوكراني إن شاء الله يكمل هيك بكل الجيم. إلي رستم إلي رستم تورن أوفر على إلي رستم. سامي اليونغ ولكن ستيل من رودريك عقل بطريقة ذكية بيعمل ستيل وباتش مرة جديدة ما بيسجل. فاردا جرب يلتقط الريباوند لكن الشيخ سام بن داي هو اللي بيعمل الريباوند. سامي اليونغ كمان ما بيسجل الريباوند الثالث بالجيم لباتش العملاق الأوكراني. إلي رستم إلي رستم تبقى لمصلحة مين تورن أوفر على إلي رستم ولكن رودريك عقل عم بيستقتل. رودريك عقل هيك بتكون الروح الإيطالية بالفاينل هيك بتكون الروح الإيطالية بالنهائي هيك بيعمل اللعيب لما بده يربح فريقه. عم بيسبح على الطابة رودريك عقل. تاني تورن أوفر على الحكمة. بوسيشن لمصلحة الأهلي الإماراتي 3 دقايق 51 ثانية بنهاية الكوارتر الأول. ترال ستاغلن بيرتكب الخطأ خطأ على ترال ستاغلن. تسديدتين عند الفري ثرو لاين للاعب هذا جمهور الاماراتي لاعب رقم 15 طلال سالم بيسجل عند الفري ثرو لاين. طلال سالم ترى استقلن عن ارك 3 بوينت ما بيسجل. الريباوند اماراتي التقدم اللبناني بنقطه 13-12. سامويل يونغ بيبرم على البوست ما بيسجل. الريباوند 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 الاوفنسيف ريباوند كمان مره للاهلي الاماراتي. سامويل يونغ هو على البوست بيبرم من قدام باتش بيسجل بيعطي التقدم لمصلحة الأهلي. مهم كثير ينتبهوا الحكمة على الريباوند يعني مش مسموحين هالستة أوفنسيف ريباوند بحوالي سبع دقايق إلى هلا. فاردا تحت الباسكت بيحصل على الخطأ خطأ من الشيخ سامن داي. مهم مهم هيدي الصفرة. الشيخ سامن داي بيرتكب الخطأ على فاردا أوت أوف باوند لمصلحة الحكمة. مترين و13 فاردا مترين و15 شيخ سام. فاردا لعند رودريك عقل مان تو مان ديفنس من الاهلي. رودريك لعند فاردا فاردا عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمصلحه الفريق الاماراتي خطا خطا وبتتوقف الكره رح تكون اوت اوف باوند. دقيقتين و44 ثانيه لنهايه الكوارتر الاول.
مباراة مشي كلوز بين الفريقين. مان تو مان ديفنس من الكوتش فؤاد ابو شقره والحكمه. يونغ مع ريستوم. يونغ بده يقطع على الباسكت ووصلها لتحت الباسكت لعند سعيد حسن. ما بيسجل الريباوند اللبناني اللي ريستوم لترال ستاغلن. بده يفترق على الباسكت. ترال بيسجل نقطه السادسه والنقطه ال 15 للحكمه والفارق نقطه للبنان. للحكمة 15-14 دقيقتين وخمس ثواني لنهاية الكوارتر الأول. الكرة لمصلحة الفريق الإماراتي وصميال يونغ نقطة العشرة. قلت لكم أول جيم انتبهوا له دبل فيجرز بالنقاط 10 نقاط لهاللاعب صميال يونغ. فارق بيطلع نقطة لمصلحة الأهلي. رشاد بال عم يتحضر لدخول لأرض الملعب. بالمقابل كمان كريستيان لاعب نادي الوصل الاماراتي اللي معار للاهلي فقط لهالبطوله عم يتحضر للدخول لارض الملعب. شيخ سامن داي بيسجل بيعطي التقدم بثلاثه 15-18. الشيخ سام نقطته الرابعه. ترال ستاغلن بده يهرب. ترال بوصلها لعند فاردا تحت الباسكت وفاردا بيسجل تحت الباسكت. بيستخدم قوة جسمه فاردا تحت الباسكت وبيسجل. الكوتش فؤاد بيعرف انه براشر كتير كبير. بالفاينل صميال يونغ. يونغ بيخترق على الباسكت بايده الشمال. صميال يونغ ما بيتوقف ما بيتوقف. صميال يونغ 12 نقطة من اصل 20 نقطة مسجلهم الاهلي الاماراتي. مسجلهم هاللاعب صميال يونغ. فارق بيرجع بيطلع على ثلاثة. فاردا لعند باتش الاوكراني عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. شيخ سامن داي الرابع ريباوند له بالجيم والتقدم بالثلاثة للاهلي. تسديدة من صميال يونغ تاني 3 بوينت له بالجيم نقطة ال 15 فايت. مفوكس على الماكسيموم صميال يونغ. التقدم بيطلع على ستة للأهلي الإماراتي على الحكم اللبناني. ترال ستاغلن عم يلعب الثواني للآخر. ترال ستاغلن بده يسدد مع الباك بورد ما بيسجل. الشيخ سامن داي لعند صميال يونغ. ما يعمل خطأ باتشون ما يعمل فاول ماشي. خلص الكوارتر منيح ما عمل فاول. على كل الأحوال بنروح لبريك سريع قبل ما نرجع من بعدها للكوارتر الثاني من هالجيم.
نرجع نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لدبي لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بالنادي الأهلي ولفاينل بطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة. الأهلي الإماراتي والحكمي اللبناني رشاد بل سجل من شوي عن النقطتين بعد اختراع حلوة على الباسكت بالوقت اللي دخل كمان صباح خوري بدلا من اللاعب إلي رستم. رشاد بل وترال ستوكلن والحكمة على الأوفنس. ترال ستوكلن تورنوفر ثالث بالجيم على ترال ستوكلن. تورنوفر ثالث تسديدة عن آرك على 3 بوينتس بتتسجل. طلال سالم عيسى بيسجل عن آرك على 3 بوينتس. 7 نقاط الفارق بيطلع لمصلحة الأهلي على الحكمة. رودريك عقل بيبقى محافظ على الكرة بتبقى لمصلحة نادي الحكمي اوت اوف باوند. 14 ثانية جديد بهالوقت فاردا رح يدخل بدلا من الاوكراني باتش بيرتاح شوي قبل ما يكمل هالفاينل. بعدها طويلة الخبرية ترال ستوكلن. ترال وصلها لفاردا تحت الباسكت. باسكت ان لفاردا. حلوة ترال ستوكلن على الاسيست وفاردا بيسجل وعنده فرصة إضافية عن الفري ثرو لاين. فاردا وفرصة لينزل الفارق 21 الحكمة 26 الأهلي الإماراتي. فاردا عن الفري ثرو لاين فاردا بيسجل عن الفري ثرو لاين وحاليا 22 26 نقطة الخامسة لفاردا. رشاد بل عنده مهمة هي الدفاع على سامي اليونغ. امبارح كان عم يدافع على رضوان بن سليمان. الستيل يا صباح الستيل سامي اليونغ. سامي اليونغ بيعمل تورن اوفر والفاست بريك حكماوية لبنانية. الكرة لمين راح تكون؟ لا تورن اوفر كمان حكماوي. كريستيان بيرنز لا عند طلال سالم. كريستيان بيروقوا الملعب لاعبين نادي الاهلي الاماراتي. عندهم تقدم 4 نقاط 26 22. محمد مبارك. محمد مبارك من نقطتين ما بيسجل. الريباوند لمين راح يكون؟ الريباوند لرودريك عقل. ترال ستوكلن. ترال ترال من نقطتين بيسجل كمان والفارق بينزل نقطتين 26 24 7 دقائق و 41 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني. 8 نقاط لترال ستوكلن. فاينل ولا أروع بدبي. المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة. الكل ما لازم يخاف ابدا. الفاينل بنلعب للاخر. الحكمة عم يلعبوا ضد واحد من اقوى الفرق بهالبطولة النادي الاهلي الاماراتي. يلا كل اللي بحبوا الحكمة وين ما كنتوا عم بتتابعون ان كان بمدرسة الحكمة بالاشرفية او بالبروس كافيت بكواني او بالكاسنيك او حتى بطرابلس. هلا عم بيخبروني كمان بشاي وعسل. اكرموا الكل يلا يبلشوا يدعوا لنادي الحكمه ويصلوا لهم لانه الفريق اللبناني بحاجه لكم. 26 24 7 دقائق و 33 ثانيه. كره اوت اوف باوند. خطا على الحكمه على رشاد بال
الخطأ الأول على رشاد بال، اليوم يلعب بالرقم 24 كريستيان تحت الباسكت. الخطأ الأول على فاردا، الخطأ الأول على فاردا، كريستيان راح يكون عنده تسديدتين. سجل كريستيان، فريق بيرجع بيطلع لأربعة. رودريك عقل لعند تيريل ستوكلين، تيريل بده يسدد ما بيسجل، الريباوند للفريق الإماراتي. على الريباوند يعني هلا على الهاف تايم رح جيب الإحصاءات كلهم، لأنه الفريق الإماراتي عم يكون أفضل من الفريق اللبناني على الريباوند. زون ديفنس هون من كوتش فؤاد ابو شقر، الريباوند لمين رح يكون؟ للفريق اللبناني هالمره. رودريك عقل بزكا، بيهرب رودريك، طلع على الباسكت، باسكت ان لرودريك عقل بكل عقل وزكا، العقل بيسجل وبينزل الفارق لنقطتين. فارق بينزل لنقطة، فارق بينزل لنقطة 27-28، تسديد بعيد كتير ما بتتسجل، الريباوند لرودريك، ممتاز يا رودريك، هد الوضع هد، مهم يتقدم هون الحكمة يكسر بقى هالتقدم الإماراتي. يلا رودريك على الأوفنس، كرة عند تيريل ستوكلين لرودريك عقل، رودريك اوبن شوت لصباح ما بيسجل عن ارك 3 بوينت. صباح خوري، الريباوند لسامويل يونغ، سامويل يونغ وكيف يعمل الستير، رودريك عقل اوبن شوت لطلال سالم ما بتتسجل، فاردا بيبطئت الريباوند، ورودريك عقل فرصه جديده للفريق اللبناني ليسجل. رشاد بل تحت الباسكت، باسكت بتتسجل، الفريق اللبناني الحكمة بيتقدم 29-28، 5 دقايق و50 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني للفاينل اللبناني الإماراتي بدبي. سامويل يونغ تسديدة عن قصيرة قصيرة، الريباوند، الريباوند لفاردا، ثالث ريباوند بالجيم لفاردا. تيريل ستوكلين فرصة بعد يسجل، الصباح خوري، يا صباح يا صباح، بيسجل الخوري وال 31 الحكم اللبناني، 28 الاهلي الاماراتي. سامويل يونغ، سامويل يونغ ما بيتوقف، نقطه 17، اكثر من نص السكور الاماراتي مسجله هاللاعب، 17 نقطه من قصد 30، الفارق نقطه بعده للفريق اللبناني. رشاد بال، رشاد بال لفاردا، فاردا تحت الباسكت ما بيسجل بأول وحدة، فاردا اوفنسيف فاول على فاردا، اوفنسيف فاول الخطأ الثاني على فاردا. وثلاثين 30 التقدم اللبناني، الخطا الثاني على فاردا. بسرعه كوتش فؤاد ابو شقره بيستبدله لفاردا، لانه ما بده يتركب عليه خطا ثالث قبل 4 دقائق و40 ثانية على نهايه الكوارتر الثاني. براشر حكماوي على الديفنس، محمد مبارك، شيخ سامن داي ما بيسجل، الريباوند لمين راح يكون؟ للاوكراني، باتش بيلتقط الريباوند. يلا تركيز، باسكت، تسجيل، رودريك عقل بياخذوا الحكمه على الاوفنس، رودريك بيبقى محافظ على الكره، بوصلها لعند صباح عن ارك 3 بوينت. صبح يا صباح، بيسجل عن ارك 3 بوينت
وبقول لجمهور الحكمه صباح الخير بالعربي، لا بونجور ولا جود مورنينج، صباح الخير. نقطة جديدة للحكمة 34-30، اسمعوا الجمهور اللبناني. الزميل حسام الدين زبيبو المشرف العام على الرياضه بتلفزيون المستقبل، يلي اكيد عم بيكون له اليد الطوله بكل شيء عم ينعمل بالامارات، كمان مع الجهات المعنيه بالامارات، والصديق خالد الهنائي عضو مجلس اداره الاتحاد الاماراتي لكره السله. 30-34، 4 دقائق و8 ثواني لنهاية الكوارتر الثاني. تسديدة عن أركا، الثري بوينتس ما بتتسجل، الريباوند الخامس لباتش الأوكراني، 5 ريباوندز. عم بيلعبوا بذكاء الحكمة، هدوا ريتم المباراة، ما بدهم يخلوا الإماراتية فايتين بالريتم السريع. رشاد بال لاباتش عن نقطتين، بيسجل كمان للبنان، 36 للحكمة، دبل فيجرز بالنقاط لاباتش، نقطة ال 11، 36-30. زون ديفنس من الكوتش فؤاد ابو شقره وفريق الحكمة. الشيخ سام عن ارك على 3 بوينتس، بيسجل العملاق السنغالي، بينزل الفارق ل 3، 36-33، 3 دقائق و14 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني. باتش كمان ما بيسجل منه، الريباوند لترال ستاكلين، ومن نقطتين ما بيسجل. والاوكراني، شو هيدا الاوكراني اليوم، 13 نقطة لهلا، 6 ريباوندز، والتقدم 5 للبنان، 38-33. الشيخ سام بده يسدد كمان على الارك على 3 بوينتس، اوه الشيخ سام بتحسه بوينت جارد، مترين و15 بس ما بيهدي شوت، بيسجل عن ارك 3 بوينتس، نقطته العاشرة للرقم 10 السنغالي، صاحب المترين و15، 36-38. رشاد بال ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس، الريباوند الخامس بالجيم للشيخ سام منداي، عندهم فرصة الفريق الاماراتي يعدل الارقام هون تحت الباسكت. الزكي، زكي اللاعب الاماراتي، زكي اللاعب رقم 15، طلال سالم عيسى بيزكى بيسجل وبيعطي التعادل 38-38. إذن 2:19 لنهاية الكوارتر الثاني، المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة، مباراة نار، الكل على أعصابه بعرف، الكل ببيوته، الكل بمدرسة الحكمة الأشرفية، الكل ببروش كافيه بالتكويني وبالكاستيك، وين ما كنتوا بلبنان يلا صلوا لهم للشباب، خليهم يرجعوا بكره بالكاس، مهمة جدا بطولة دبي، مهمة جدا اساسا إمارة دبي.
اول مين اطلق فكره انه يجي الفرق اللبنانيه لهون كان عبقري الاعلام والاعلان الراحل انطوان شويري، يعني ما في حدا يزايد فيها على اي حدا. هاي تسديده عن ارك لتري بوينت، صحيح يا ابن العقل. رودريك عقل عم بيلعب بكل ذكاء وعقل بهالفاينل، ونقطته السادسه بالجيم. تسديده بعيده عن ارك لتري بوينت ايضا اماراتيه بتتسجل. طلال سالم عيسى دبل فيجرز بالنقاط، نقطته العاشره بيعدل الارقام 41 41. ترال ستاغلن، ترال كرة مرة جديدة لعند رودريك عقل، رشاد بال عند صباح خوري، رشاد بال بقي 7 ثواني، رودريك عقل بيخترق على الباسكت، باتش اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس ما بيسجلها، الريباوند لسامويل يونغ، سامويل يونغ بيلتقط الريباوند وصباح خوري بيعمل الخطأ، وألي رستم عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. تسديدة عن ارك لتري بوينتس ما بتتسجل، باتش بيلتقط الريباوند السابع الرقم 7 الاوكراني مع 13 نقطة، ثاني أفضل سكورر بالجيم اليوم بعد سامويل يونغ معه 17، الأرقام بعدها متعادلة. ترال ستاغلن عن ارك لتري بوينتس بيسجل، ترال ستاغلن عن ارك لتري بوينتس، التقدم 3 للبنان للحكمة كمان 43 أو 44 41، بعيد كثير عن ارك 3 بوينتس. الريباوند لرشاد بال، ترال ستاغلن بيهرب من الديفنس، بيكمل على الباسكت، ما في فاول لا بس في اوت للبنان. أربعة وأربعين الحكمة اللبناني، 41 الأهلي الإماراتي. الكرة بتبقى لمصلحة الفريق اللبناني. ترال ستاغلن تورن اوفر، اللي رستم بيصلح شوي الوضع، يعني تورن اوفر مش بوقته ابدا، تورن اوفر باخر نص دقيقة من الكوارتر الثاني قبل الروحة على غرف الملابس. الشيخ سام خطرين عن ارك 3 بوينتس الفريق الاماراتي. جديدة مرة جديدة عن ارك ال 3 بوينتس ما بتتسجل، الريباوند لالي رستم كثير عالي، الكرة لعند رشاد بال بيسدد مع نهاية الكوارتر، ولو الكوارتر بينتهي في ازم مشاهدينا. 44 الحكم اللبناني، 41 الاهلي الاماراتي. بريك من بعدها بنرجع على الكوارتر الثالث والرابع من هالفاينل اللبناني الاماراتي بدبي. مشاهدينا مباشرة لدبي لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بالنادي الأهلي ولفاينل بطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة الأهلي الإماراتي والحكمة اللبناني. رشاد بال سجل من شوي عن النقطتين بعد اختراقة حلوة على الباسكت بالوقت اللي دخل كمان صباح خوري بدلا من اللاعب إلي رستم. رشاد بال وترال ستاغلن والحكمة على الأوفنس، ترال ستاغلن تورنوفر ثالث بالجيم على ترال ستاغلن، تورنوفر ثالث. تسديدة عن ارك ال 3 بوينتس بتتسجل، طلال سالم عيسى بيسجل عن ارك ال 3 بوينتس، 7 نقاط الفارق بيطلع لمصلحة الأهلي على الحكمة. رودريك عقل بيبقى محافظ على الكرة، بتبقى لمصلحة نادي الحكمة اوت اوف باوند. 14 ثانية جديد بهالوقت
فاردا راح يدخل بدلا من الاوكراني باتش، يرتاح شوي قبل ما يكمل هالفاينل بعد طويل الخبريه. تيريل ستوغلن، تيريل وصلها لفاردا تحت الباسكت، باسكت ان لفاردا، حلوه تيريل ستوغلن على الاسيست، وفاردا بيسجل وعنده فرصه اضافيه عن الفري ثرو لاين فاردا، وفرصه لينزل الفارق 21 الحكمه 26 الاهلي الاماراتي. فاردا عند الفري ثرو لاين، فاردا بيسجل عند الفري ثرو لاين، وحاليا 22 26 نقطه الخمسه لفاردا. رشاد بل عنده مهمه هي الدفاع على سامي اليونغ، امبارح كان عم يدافع على رضوان بن سليمان، الستيل يا صباح الستيل سامي اليونغ، سامي اليونغ بيعمل تورن اوفر، والفاست بريك حكماويه لبنانيه، الكره لمين راح تكون؟ لا تورن اوفر كمان حكماوي، كريستيان بيرنز لا عند طلال سالم، كريستيان بيروقوا الملعب لاعبين نادي الاهلي الاماراتي، عندهم تقدم اربع نقاط 26 22. محمد مبارك، محمد مبارك من نقطتين ما بيسجل، الريباوند لمين راح يكون؟ الريباوند لرودريك عقل، تيريل ستوغلن، تيريل، تيريل من نقطتين بيسجل كمان، والفارق بينزل نقطتين 26 24 سبع دقائق و41 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني، 8 نقاط لتيريل ستوغلن، فاينل ولا أروع بدبي. المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة، الكل ما لازم يخاف ابدا، الفاينل بنلعب للاخر، الحكمة عم يلعبوا ضد واحد من اقوى الفرق بهالبطولة النادي الاهلي الاماراتي. يلا كل اللي بحبوا الحكمة وين ما كنتوا عم بتتابعون، ان كان بمدرسة الحكمة بالاشرفية او بالبروس كافيه تكواني او بالكاسنيك او حتى بطرابلس، هلا عم بيخبروني كمان بشاي وعسل، اكرموا الكل، يلا يبلشوا يدعوا لنادي الحكمه ويصلوا لهم لانه الفريق اللبناني بحاجه لكم. 26 24 7 دقائق و33 ثانيه، كره اوت اوف باوند، خطا على الحكمه على رشاد بال، خطأ الأول على رشاد بال، يوم يلعب بالرقم 24، كريستيان تحت الباسكت، خطأ الأول على فاردا، خطأ الأول على فاردا، كريستيان راح يكون عنده تسديدتين، سجل كريستيان، فرق بيرجع بيطلع لأربعة، رودريك عقل لعند تيريل ستوغلن، تيريل بده يسدد ما بيسجل، الريباوند للفريق الإماراتي، على الريباوند يعني هلا على الهاف تايم رح جيب الإحصاءات كلهم لأنه الفريق الإماراتي عم يكون أفضل من الفريق اللبناني على الريباوند،
زون ديفنس من كوتش فؤاد ابو شقر. الريباوند مين راح يكون للفريق اللبناني هالمره؟ رودريك عقل بزكا بيهرب، رودريك طلع على الباسكت، باسكت ان لرودريك عقل بكل عقل وزكا العقل بيسجل وبينزل الفارق لنقطتين. فارق بينزل لنقطة، فارق بينزل لنقطة 27-28. تسديد بعيد كتير ما بتتسجل، الريباوند لرودريك ممتاز يا رودريك، هدي الوضع هدي، مهم يتقدم هون الحكمة يكسر بقى هالتقدم الإماراتي. يلا رودريك على الأوفنس، كرة عند ترال ستاغلن لرودريك عقل، رودريك اوبن شوت لصباح ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس. صباح خوري الريباوند لسامويل يونغ، سامويل يونغ كيف يعمل الستير، رودريك عقل اوبن شوت لطلال سالم ما بتتسجل، فاردا بيبطئت الريباوند ورودريك عقل فرصة جديدة للفريق اللبناني ليسجل. رشاد بل تحت الباسكت، باسكت بتتسجل، الفريق اللبناني الحكمة بيتقدم 29-28، 5 دقايق و50 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني للفاينل اللبناني الإماراتي بدبي. سامويل يونغ تسديدة عن قصيرة قصيرة، الريباوند الريباوند لفاردا، ثالث ريباوند بالجيم لفاردا. ترال ستاغلن فرصة بعد يسجل، الصباح خوري يا صباح يا صباح بيسجل الخوري وال 31 الحكمة اللبناني 28 الاهلي الاماراتي. سامويل يونغ، سامويل يونغ ما بيتوقف، نقطه 17، اكثر من نص السكور الاماراتي مسجله هاللاعب، 17 نقطة من قصد 30، الفارق نقطة بعده للفريق اللبناني. رشاد بن، رشاد بل لفاردا، فاردا تحت الباسكت ما بيسجل بأول وحدة، فاردا اوفنسيف فاول على فاردا، اوفنسيف فاول الخطأ الثاني على فاردا. وثلاثين 30 التقدم لبناني، الخطأ الثاني على فاردا. بسرعة كوتش فؤاد أبو شقرة بيستبدله لفاردا لأنه ما بده يتركب عليه خطأ ثالث قبل 4 دقائق و40 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. براشر حكماوي على الديفنس، محمد مبارك، شيخ سامن داي ما بيسجل الريباوند، مين راح يكون للأوكراني؟ باتش بيلتقط الريباوند، يلا تركيز، باسكت تسجيل رودريك عقل، بيهدو الحكمة على الأوفنس. رودريك بيبقى محافظ على الكرة، بوصلها لعند صباح عن أرك 3 بوينت، صبح يا صباح بيسجل عن أرك 3 بوينت وبقول لجمهور الحكمة صباح الخير بالعربي، لا بونجور ولا جود مورنينج، صباح الخير. نقطة جديدة للحكمة 34-30، اسمعوا الجمهور اللبناني. الزميل حسام الدين اس بي بول، مشرف العام على الرياضه بتلفزيون المستقبل، يلي
اكيد عم بيكون له اليد الطولة بكل شيء عم ينعمل بالامارات، كمان مع الجهات المعنية بالامارات والصديق خالد الهنائي عضو مجلس ادارة الاتحاد الاماراتي لكرة السلة. 30-34، 4 دقائق و8 ثواني لنهاية الكوارتر الثاني. تسديدة عن أركا، 3 بوينتس، ما بتتسجل. الريباوند الخامس لباتش الأوكراني، 5 ريباوندز. عم بيلعبوا بذكاء الحكمة، هادوا ريتم المباراة، ما بدهم يخلوا الإماراتية فايتين بالريتم السريع. رشاد بال لاباتش عن نقطتين، بيسجل كمان للبنان. 36 للحكمة، دبل فيجرز بالنقاط. لاباتش نقطة ال 11، 36-30. زون ديفنس من كوتش واد ابو شقره وفريق الحكمه. الشيخ سام عن ارك على 3 بوينتس، بيسجل العملاق السنغالي، بينزل الفارق ل 36-33. 3 دقائق و14 ثانية لنهايه الكوارتر الثاني. باتش كمان ما بيسجل منه، الريباوند لترانس تاكلن، ومن نقطتين ما بيسجل. والاوكراني، شو هيدا الاوكراني اليوم، 13 نقطة لهلا، 6 ريباوندز، والتقدم 5 للبنان، 38-33. الشيخ سام بده يسدد كمان على الارك على 3 بوينتس. اوه الشيخ سام بتحسه بوينت جارد، مترين و15 بس ما بيهدي شوت، بيسجل عن ارك 3 بوينتس، نقطته العاشرة للرقم 10 السنغالي، صاحب المترين و15. 36-38. رشاد بال ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس، الريباوند الخامس بالجيم للشيخ سامن داي. عندهم فرصة الفريق الإماراتي يعدوا الأرقام هون تحت الباسكت. الزكي، زكي اللاعب الإماراتي، زكي اللاعب رقم 15. طلال سالم عيسى بيزكى، بيسجل وبيعطي التعادل 38-38. فازن 2:19 لنهاية الكوارتر الثاني، المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة. مباراة نار، الكل على أعصابه بعرف، الكل ببيوته، الكل بمدرسة الحكمة الأشرفية، الكل ببروس كافيه بالتكويني وبالكاستيك، وين ما كنتوا بلبنان يلا صلوا لهم للشباب، خليهم يرجع بكره بالكاس. مهم جدا بطوله دبي، مهم جدا اساسا اماره دبي. اول مين اطلق فكره انه يجوا الفرق اللبنانيه لهون كان عبقري الاعلام والاعلان الراحل انطوان شويري، يعني ما في حدا يزايد فيها على اي حدا. هاي تسديده عن ارك 3 بوينتس، هي ابن العقل رودريك عقل عم بيلعب بكل ذكاء وعقل بهالفاينل، ونقطه السادسه بالجيم. تسديده بعيده عن ارك 3 بوينتس ايضا اماراتيه بتتسجل. طلال سالم عيسى دبل فيجرز بالنقاط، نقطه العاشره، بيعدل الارقام 41-41. ترال ستاغلن، ترال كرة مرة جديدة لعند رودريك عقل، رشاد بال عند صباح خوري، رشاد بال بقي 7 ثواني، رودريك عقل بيخترق على الباسكت، باتش اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس ما بيسجلها. الريباوند لسامويل يونغ، سامويل يونغ بيلتقط الريباوند، وصباح خوري بيعمل الخطأ
وألي رستم عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. استدعاء عن أرك 3 بوينتس ما بتتسجل. باتش بلتوتا الريباوند السابع الرقم 7 الأوكراني مع 13 نقطة، ثاني أفضل سكورر بالجيم اليوم بعد صاميال يونغ معه 17، الأرقام بعدها متعادلة. تيريل ستاكلن عن أرك 3 بوينتس بيسجل. تيريل ستاكلن عن أرك 3 بوينتس، التقدم 3 للبنان للحكمة كمان 43 او 44 41 بعيد بعيد كثير عن ارك 3 بوينتس. الريباوند لرشاد بيل، الريباوند لرشاد بيل. تيريل ستاكلن بيهرب من الديفنس، بيكمل على الباسكت، ما في فاول، لا بس في اوت للبنان. أربعة وأربعين الحكمة اللبناني، 41 الأهلي الإماراتي. الكرة بتبقى لمصلحة الفريق اللبناني. تيريل ستاكلن تيرن اوفر اللي رستم بيصلح شوي الوضع، يعني تيرن اوفر مش بوقته أبدا، تيرن اوفر بآخر نص دقيقة من الكوارتر الثاني قبل الروحة على غرف الملابس. الشيخ سام خطرين عن أرك 3 بوينتس الفريق الإماراتي. جديدة مرة جديدة عن ارك ال 3 بوينتس ما بتتسجل. الريباوند لالي رستم كثير عالي. الكرة لعند رشاد بيل بيسدد مع نهاية الكوارتر، ولو الكوارتر بينتهي فاذا مشاهدينا 44 الحكم اللبناني 41 الاهلي الاماراتي. بريك من بعدها بنرجع على الكوارتر الثالث والرابع من هالفاينل اللبناني الاماراتي بدبي. عودة نحن وياكم مشاهدينا، عودة لدبي مباشرة لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بالإمارات العربية المتحدة. بطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة، هالبطولة اللي هي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالإمارات العربية المتحدة. الكوارتر الأول والثاني انتهوا 44-41. إذا بدي اطلع شوي على الإحصاءات بهيدي المباراة، يعني التورن اوفرز عند الحكمة كان عامل منه مساعد أبدا، وكمان الأوفنسيف ريباوند يلي قدروا يلموهن نادي الأهلي الإماراتي. الأجواء احتفالية هون، الأجواء كتير حلوة بالفاينل مثل ما هي ببيروت، مثل ما هي بكل المناطق اللبنانية، مثل ما هي حتى بالجاليات اللبنانية برات لبنان. إذا بدي اطلع على التورن اوفرز يلي عملوهم نادي الحكمه 7 تورن اوفرز، بينما الفريق الاماراتي عامل 3 تورن اوفرز. اذا بدي اطلع على الثري بوينتس، الحكمه عندهم 31% حاطين 5 من 16، والفريق الاماراتي حاطط 6 من 21، شايطين 21 شوطه عن ارك الثري بوينتس، وهيدا طبعا رقم كتير عالي ومنه عامل مساعد لهم. على كل الاحوال اثنين كوارترز حاسمين، اثنين كوارترز شد اعصاب، اثنين كوارترز بيفصلوا جمهور الحكمه ونادي الحكمه عن لقب له غايب عنهم 15 سنه، لقب يعني لهم كثير، لقب معنوي ولقب مهم جدا، لانه دائما بطوله دبي بتكون من البطولات المميزة بالمنطقة. وأكيد يلي عم بيتابع هالبطولة من سنة لسنة بيعرف قديش المستوى عالي وقديش الجمهور اللبناني بحبها. شوفوا الجمهور الكبير ورا الحكمة، الجمهور والجالية اللبنانية بالإمارات وجمهور الحكمة والرياضة والشانفيل كلهم موجودين اليوم بالقاعة لحتى يشجعوا الفريق اللبناني. ويلي بدي اقول لكم اياه انه المباراة منا سهلة، عم بتكون مثل ما عم بتشوفوا كلوز جيم للاخر 44-41. افضل سكورر من ناحية الحكمة باتش 13 نقطة، 11 نقطة لتيريل ستاكلن. من ناحية الفريق الاماراتي صاميال يونغ معه 17، سالم طلال سالم 10،
ومبارك سعيد 10. يعني الانطلاقة بالكوارتر الثالث رح تكون مهمة جدا. حسن حاجي الحكم الدولي الاماراتي، محي الدين خطاب الحكم الدولي السوري، والحكم محمد صالح الاماراتي. زون ديفنس بداية الكوارتر الثالث من فريق الحكمة، تسديدة عن ارك لثري بوينتس، الريباوند للشيخ سام بن داي ما بيسجل بأول مرة، بالثاني مرة بيلتقط الاوفنسيف ريباوند وبيسجل الشيخ سام بن داي نقطة ال 12، 7 ريباوند للشيخ سام بينزل الفارق لنقطة 44-43. إلي رستم بيخترق على الباسكت ولكن بيحصل على الخطأ على اللاعب رقم 6 بالفريق الإماراتي سعيد محمد علي حسن. هيدا ترال ستوكلن، هيدي كانت بالهاف الأول من المباراة. يلا منقلع فاردا، فاردا لعند رودريك عقل مرة جديدة، فاردا مع الشيخ سام، فاردا بده يخترق على البيز لاين، فاردا تحت الباسكت بلاك شوت من الشيخ سام بأول مرة، بالثاني مرة بيسجل فاردا، فاردا بيسجل وفاردا عم يتفاعل مع جمهور الحكمة وعم بيعمل أجواء حلوة بالملعب بقوة كثير كبيرة. شوفوا فاردا، شوفوا فاردا تحت الباسكت أول مرة تعرض للبلوك شوت، ثاني مرة سجل فاردا نقطته السابعة. هي عم مثل الشيخ سام، يعني منيح انه من عطيه تكنيكال فاول على الخبرية لفاردا. سامويل يونغ كرة لمصلحة الفريق الإماراتي، طلال سالم، سامويل يونغ لثلاث ثواني بده يسددوا عن ارك لثري بوينتس قصيره، فاردا، فاردا بيعمل بوكس اوت بشكل ممتاز على الشيخ سام من داي، اللي رستم بيطلع على الباسكت وبيحصل على الخطا، اللي رستم بيحصل على الخطا وعنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. اللي رستم خطا قاسي كان، هذا الجمهور اللبناني بدبي. رسالة مكتوم بن محمد آل مكتوم، وهيدا إلي رستم 8 دقايق و32 ثانية، تقدم 3 نقاط للبنان للحكمة 46-43. فاردا يلي ولع الجمهور اللبناني، وألي رستم على الفري ثرو لاين بيسجل الأولى أولى نقاطه بالجيم، والنقطة 47 للبنان 47 للحكمة. إلي بيسجل الثاني، رستم 48-43 تقدم بخمسة للفريق اللبناني بالنهائي بالفاينل الحكمة. سعيد مبارك تحت الباسكت عند طلال سالم عيسى يلي بيسجل نقطة ال 12 بالمباراة وبينزل الفارق ل 48-45. رودريك عقل باتش الاوكراني لعند فاردا، فاردا فاردا بوصلها لعند رودريك عقل الاوكراني من نقطتين ما بيسجل، والريباوند للشيخ سام من داير، ريباوند رقم 8 للشيخ سام، فرصة هون شيخ سام بده يسدد عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل، الريباوند لإلي رستم، الريباوند للفريق اللبناني لازم يروقوا هون ويسجلوا الحكمة. ترال ستوكلن مان تو مان ديفنس من الاهلي الاماراتي، ترال بعيد عن ارك 3 بوينتس، ترال ستوكلن بعيد كثير عن ارك 3 بوينتس بيسجل نقطة ال 14 والتقدم بستة للبنان للحكمة 51-45. سامويل يونغ، سامويل يونغ بده يكمل على الباسكت ما بيسجل، الريباوند لمين رح يكون؟ لرودريك عقل طالع على الفاست بريك، رودريك عقل توصل لعند إلي رستم،
بيروق الاوفنس الي رستم لانه ترانزيشن ديفنس كانت سريعه. تيريل ستاغلن يا ليل يا عين. تيريل ستاغلن عم يعطي التقدم يا لبنان. تيريل ستاغلن نقطه 17، الفارق بيطلع للتسعة 54-45. التقدم بتسعة للفريق اللبناني. 6 دقائق و53 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث من فاينل دبي بنسختها 27. هذا الجمهور اللبناني بدبي. سميع اليونغ على الاوفنس، زون ديفنس من الحكمه، طلال سالم، الشيخ سامن داي، تورنوفر الكنترول للفريق اللبناني، الكنترول للحكمه. رودريك عقل على الاوفنس لعن تيريل ستاغلن، مان تو مان ديفنس تحت الباسكت الاوكراني. يا عين على الاوكراني، بيسجل نقطه 15-56-45، الفارق 11. سامي اليونغ عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، الريباوند لمين راح يكون؟ لفاردا، والفاست بريك لعند الي رستم. اوه بلاك شوت من الشيخ سام من داي، ما قدر يسجل الي رستم، بسيطه. سامي اليونغ عن ارك 3 بوينتس، الله رد بشكل سريع سامي اليونغ نقطه العشرين، افضل سكورر بالجيم. تيريل على الاوفنس، تيريل ستاغلن لعند باتش من نقطتين. الاوكراني للبنان بيعطي التقدم بعشرة، 58-48 للحكمة، ونقطه 17 مثل تيريل ستاغلن. سامي اليونغ ما بيسجل، الريباوند لرودريك عقل. لازم نهدي ايقاع الجيم، ما لازم نلعب الريتم السريع، هن بحبوه كثير الفريق الاماراتي. رودريك عقل، بول هاندلر الفريق اللبناني، بيزكا بيقلبها على الميك سايت لعند الريستوم. اللالو الي بيسجل عن ارك 3 بوينت، وايد الفرحه اللبنانيه 61-48. سامي اليونغ تحت الباسكت بلا الفاول. سامي اليونغ ما بيسجل، الريباوند التاسع لباتش، والفاست بريك مع الي رستم لعند فاردا. فاردا بيسجل، وفاردا بيعطي التقدم الاكبر للبنان للحكمه كمان، وتايم اوت للاستاذ فؤاد ابو شقره. تايم اوت للحكمويه ليقول على اللبنانيه بالأشرفية وببروس كافيه ديكويني وبالكاستيك، وشوفوا الأجواء.
انتهاء التايم اوت 4 دقائق و 46 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. زون ديفنس من الحكمة، الشيخ سام بتضايق عن أرك 3 بوينتس، كمان ما عم بيسجل الشيخ سام. الشيخ سام ما عم بيسجل الطابة مع لبنان مع الحكمة كمان. تيريل ستوكلن، تيريل تسديد عن أرك 3 بوينتس ما بتتسجل. الريباوند لمصلحة الفريق الإماراتي، ولكن تيريل ستوكلن بيعمل الستيل، وتيريل بيكمل على الباسكت وبيحصل على الخطأ. تيريل ستوكلن بيحصل على الخطأ. على الفري ثرو لاين، تلفزيون المستقبل كمان اللي رح ينقل نشاط الاتحاد اللبناني للسكي، بطولة لبنان للتزلج اللي رح تصير بالارز 27 و28 رح ننقلها خلال برنامج عالم الصباح واخبار الصباح، ومن بعدها بطولة اسيا للصغار ب 5 و6 اذار. حياتنا لامين عام الاتحاد اللبناني للسكي الصديق فريدي كيروز ولرئيس الاتحاد شرب السلامه. سامويل يونغ تحت الباسكت، يونغ بيسجل. اخي كيف فاول هاي؟ ما الزلمه اكلتوها فاول. لكن منو سهل هالاوكراني، ما تفكروا بيسكت ما بيحكي، منو سهل ابدا، منو سهل ابدا. فارق 15 نقطة للفريق اللبناني 65-50. سامويل يونغ ما بيسجل الريباوند اللي رستم. شو هالجيم للبنانية للحكموية، جيم بفاينل بطولة دبي. البوسيشن تبقى للبنان 3 دقايق و59 ثانية، لازم بسرعة يطلعوا، بسرعة يطلعوا قبل ما يخلصوا الثمان ثواني. خلصوا الثمان ثواني، هيدا اللي كنت عم قوله، خلصوا الثمان ثواني يلي مسموح فيهم ليقطعوا الملعب. فؤاد ابو شقر اعصابه ما عم تحمله اكيد، متعطش ليرجع لقب للحكمه، ليعطيهم لقب بعد 15 سنه غايب عنهم. لقب بلش مع الرئيس التاريخي لنادي الحكمه البريزنوت وان شويري، تسديده عن ارك 3 بوينتس. اوه يا 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 سامويل يونغ بيستعرض بالسله اللبنانيه نقطه ال 24. تيريل ستوكلن، تيريل ستوكلن بيحصل على الخطا. رشاد بيل رح يتحضر للدخول لارض الملعب بدلا من باتش، والكره رح تكون لمصلحه الفريق اللبناني يلي عامل سيطره تامه على الكوارتر الثالث لهلا. تيريل ستوكلن بول هاندلر الفريق اللبناني. تيريل، تيريل بيهرب بكروس اوفر حلو كثير، بوصلها لعند رشاد بيل. ما بيسجل على الارك على 3 بوينتس. الريباوند لسامويل يونغ، بيهرب على الباسكت، ما بيفلت الطابه غير فوق، ما بيفلتها سامويل يونغ. قلت لكم بدايه الجيم بذكرني كثير باشا، ما بيفلتها، بيلقطها خلاص بيفلتها على الباسكت. الخطا الثاني على رودريك عقل اوت اوف باوند لعند الشيخ سام، بده يشوط الشيخ سام، بيسدد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. عم ياخذ كثير اتمتس الشيخ سام من داي، يعني إذا بنطلع بأول هاف من الجيم حاطط 2 من 5، وحاليا الشيخ سام صار آخذ 3 attempts. سامويل يونغ عن أرك على 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ لألي رستم، لازم يروقوا هون الفريق اللبناني. رشاد بيل بيكمل على الباسكت ما بيسجل بأول مرة، بتاني مرة بيحصل على الأوفنسيف ريباوند. تسديدتين عن الفري ثرو لاين، خطأ واضح هون، خطأ واضح عن الفري ثرو لاين. رح يسدد اللاعب رشاد بيل 65 الحكم اللبناني 52 الاهلي الاماراتي. الشيخ سام داي بيطلع على البنش، بيدخل بدلا منه اللاعب كريستيان، اللاعب رقم 12 لاعب نادي الوصل الاماراتي.
رشاد بال ما بيسجل عن الفري ثرو لاين. تقدم 13 نقطة للفريق اللبناني. ما بينجح يعملهم 14. باقي دقيقتين و54 ثانية على الكوارتر الثالث. شوف سامي اليونغ ليك وين بيترك الطابة. سامي اليونغ بالباسكت. نقطة 26 فرق بينزل ل 11 نقطة. 4-0 ران للفريق الاماراتي على الفريق اللبناني. ما تخلوهم يكسروا الفارق العشر نقاط خاصة قبل انتهاء الكوارتر الثالث. ترال ستاغلن ترال يلا الحل عند ترال ستاغلن بيحصل على الخطأ. ترال ستاغلن عم بيرقص بالملعب. ترال ستاغلن بيرقص مع طابة. شوف 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 شو حلوة. وهون كمان واحد اثنين وترال عاطي التقدم للبنان. دقيقتين و28 ثانية. ترال ستاغلن لقطه 19. ترال بيسجل على الفري ثرو لاين. اثنين من اثنين نقطه ال 21. ثاني افضل سكورر بالجيم بعد سامي اليونغ ب 26. يونغ هو مستلم الطابه. هلا كل الامور رح تروح لعنده ليونغ. يلا ويونغ مره جديده. المرة تسديدة عن ارك على 3 بوينتس ما بتتسجل. اير بول الكرة الكنترول لعلي الرستم والطابة مع الحكمة مع لبنان مع رودريك عقل. كمان رودريك بروح على الباسكت. في خطأ لمصلحة رودريك عقل. خطأ لمصلحة رودريك عقل. رودريك عقل على الفري ثرو لاين. ست نقاط لرودريك اليوم. 67 54. هلا اي خطا رح يعملوه الاهلي الاماراتي رح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين للحكم اللبناني. بيسجل رودريك عال عن الفري ثرو لاين. سبع نقاط لرودريك. 68 54. الحكم مثل الديزل حميه باخر اربع ايام بدبي. وقلع 69 54. سبعة عشر نقطة الفارق لمصلحة الحكمة على الأهلي الإماراتي بالفاينل. سامي اليونغ الوحيد يلي ما عم يستسلم على الملعب. فاردا فاردا الخطأ الثالث على فاردا. الخطأ الثالث على فاردا. تسديدتين على الفري ثرو لاين لسامي اليونغ. بسرعة باتش عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. سامي اليونغ 27 نقطة من اصل 55 نقطة للفريق الاماراتي لهلا بالجيم. سامي اليونغ الثاني بيسجل منه نقطة ال 28. فاردا بيطلع على يرتاح على البنش. كرة لمصلحة الفريق اللبناني. رشاد بال الحكمة على الأوفنس. الحكمة مسيطر على الملعب. رشاد بلو اللي مسيطر على الملعب ما مسيطر على الأجواء. بس عاش الأجواء مع كنز الطيران الإمارات وطار بقلب الملعب وسجل بعد السلام دنك. رشاد بل 71 الحكمة اللبناني. وهيدا حلوة كمان من كريستيان يلي بيسجل. ولع جمهور الحكمة بلبنان وكمان الجالية اللبنانية بميسون كافيه بالاربيل يلي عم يتابعوا الحكمة اللبناني. تحياتنا لكم. دقيقة وست ثواني على الكوارتر الثالث. شو هالفاينل للحكمة عم بيمثل لبنان بهالفاينل بوحدة من اقوى البطولات بالمنطقة. بطولة كاملة متكاملة بكل ما للكلمة من معنى. ترال ستاغلن بيسجل عن الفري ثرو لاين. وترال كمان بيسجل نقطة ال 23.
بيرجع برد الفارق ل 15 نقطة للحكم اللبناني على الأهلي الإماراتي. سامي اليونغ عن أرك على 3 بوينتس بيسجل عن أرك نقطتين، الحكم بيقول نقطتين، الحكم بيقول كريستيان لمس الطابة ونقطتين، فرق 13 نقطة انحسبت للاعب رقم 12 كريستيان مش لسامويل يونغ. مان تو مان ديفنس الي رستم على الاوفنس، الي بيروح على الباسكت بوصلها لعند الرشاد بال. هيدي هيدي منك هين، من شوي شفناك عم بتطير يا رشاد بال. نقطة الثامنه سامويل يونغ من نقطتين هالمرة ما بيسجل. باتش الريباوند التاسع له للأوكراني مع 19 نقطة، 9 ريباوند 19 نقطة. خطأ على سامويل يونغ عن الفري ثرو لاين، رح يكون عنده باتش تسديدتين. على الفري ثرو لاين بيسجل نقطة ال 21 على العملاق الاوكراني رودريك عقل. بيطلع عليه يرتاح على البنش، بده يريح فؤاد ابو شعره استاذ الدورات فؤاد ابو شعره. 17 نقطة معه وبالتالي بيقدر يريحوا. تحت الباسكت بيسجل كريستيان مع انتهاء الكوارتر، سجل نقطة الثامنة. يلا بريك أخير قبل ما نرجع للكوارتر الرابع ولا أخير من الفاينل. نرجع نحن وياكم مشاهدينا للكوارتر الرابع والاخير، نرجع للفاينل، نرجع للمباراة النهائية لبطولة دبي الدولية، نرجع لفارق 15 نقطة للحكم اللبناني، نرجع لاخر 10 دقائق تفصل هن 15 نقطة الفارق و15 سنة له الحكم ما ربحان هالبطولة. صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم هلا حيكون مرة جديدة الفريق اللبناني الفريق الحكماوي قدام لقب غايب عنه. رح نشوف ترال ستوكلن ما بيسجل بهالوقت، الكرة لمصلحة الفريق، الكرة لمصلحة الفريق الامو. الشيخ سام بن داي، الشيخ سام بن داي شخصان بن داي بيسجل 77-64. رشاد بال بده يخترق على الباسكت، في تورن اوفر على رشاد بال، بده ينتبهوا على انطلاقه الكوارتر الرابع. كمان بدي اتشكر كل السبونسرز يلي كانوا معنا بهالبطوله، سبور اكاديمي سكول، سلسله مطاعم الصفدي بدبي واربيل، رجل الاعمال الاستاذ فادي الصفدي. الشيخ سام تحت الباسكت بيسجل، خطرين رجعوا على الجيم، خطرين رجعوا على الجيم 77-66. ولعت من جديد ترال ستوكلن لعند الي رستم. كرة لمصلحة الشيخ سام بن داي، استدي عن ارك على 3 بوينتس، رجعوا بقوة على المباراة، يلا ولعت، رجعوا بقوة على الجيم
77 69 شوف الفارق قديش نزل، نزل لثمان نقاط، من 15 نقطة لثمان نقاط. رخوا لاعبين الحكمة، هذا شيء طبيعي بفاينل عندهم تقدم على الأد، بس المهم يرجع يشدوا. سعادة اللواء اسماعيل عبد الله القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والاماراتي لكرة السلة، الاستاذ نديم حكيم رئيس نادي الحكمة. وبهالوقت الكل يلي عم بيتابع المباراة اعصابكم اكيد لازم تكون مشدودة، واعصابكم لازم ما تخليكم توقفوا انه تدعوا للحكمة. مثل ما قالكم فؤاد ابو شقره قبل الجيم، صلواتكم مهمة بهالمباراة، وما كنتوا عم تحضرونا كمان. اوت اوف باوند لمصلحة الحكمة. رودريك عقل لعند إلي رستم، بيبقى محافظ على الطابة إلي، مهم كتير يسجل الحكمة هون يكسر هالرن الإماراتي. تورن اوفر وإلي رستم بيعمل خطأ، وفي تسديدتين عن الفري ثرو لاين للاعب الإماراتي طلال سالم. تسديدتين للاعب الإماراتي طلال سالم، فارق عم ينزل لثمانية من 15 نقطة. هيدا فاينل بطولة دبي، ما بده يخلص بلا أعصاب مشدودة. فاردا دخل لأرض الملعب، الفارق نزل لسبعة، 77 الحكم اللبناني، 70 الأهلي الإماراتي. رودريك عقل، رودريك عم يتعرض للضغط، باتش بخلي الكرة لمصلحته، إلي رستم عن ارك 3 بوينت، ما بيسجل الريباوند، لمين راح يكون؟ في خطأ لمصلحة الحكمة، خطأ لمصلحة باتش، خطأ لمصلحة العملاق الأوكراني، البوسيشن بتبقى للفريق اللبناني اوت اوف باوند. جمهور الحكمة بدبي على أرض الملعب على أعصابه. اوت اوف باوند تارال ستوغلن لعند فاردا، فاردا بيسلمها لترال، ترال ستوغلن باقي خمس ثواني على الاربعة او على 14 ثانية، ترال من نقطتين ما بيسجل ترال ستوغلن، والريباوند للاهلي الاماراتي. كريستيان بده يسدد عن ارك على 3 بوينتس، ما بيسجل الريباوند، هو بيرجع بالتقطه الريباوند بالنهايه العاشر للعملاق الاوكراني باتش، الاوكراني بيلتقط الريباوند العاشر. يلا الحكمة على الاوفنس، ترال ستوغلن، ترال عند باتش، باتش بيبروم ما بيسجل الريباوند، لمين راح يكون؟ لفاردا، السكند تشانس لبنانية للحكموية، وفاردا بيبقى محافظ على الكرة، وصلها تحت الباسكت، يا عين كيف بيسجل؟ تسعة وسبعين واحدة وسبعين، وبردوا الفريق الإماراتي بينزل الفارق لخمس نقاط، تسديدة من الشيخ سام عن أرك 3 بوينت، نقطة 19، تورن أوفر على رودريك عقل، بيخسر الكرة الفريق اللبناني، الوقت عم بيمر، باتش بيلتقط، بيعمل الستيل، بيلتقط الطابة، والكرة لمصلحة الحكمة، لمصلحة لبنان. يلا يا ترال ستوغلن سجل من وين من كان للبنان، ترال بده يخترق على الباسكت لعند إلي رستوم، شال علي، شال الحكمة من هالنومة وسجل عن ارك 3 بوينتس، إلي رستوم بيطلع الفارق لثمانية للفريق اللبناني، الشيخ سام عن ارك 3 بوينتس، وإلي بيلتقط الريباوند،
إلي بيخلي الطابه للبنان للحكمه كمان. كره لاباتس بيسدد من نقطتين ما بيسجل. إلي جرب يعمل الريباوند. خي ما فاول. طب ما فاول. 5 دقائق و44 ثانية. كمان اللي عم يحضرونا بدبي على التلفزيونات شباب شركة وان بوكس اوفيس للتسويق الرياضي وجميع انواع البطاقات لدخول الملاعب الرياضية. والصديق منذر جمال الدين تحياتنا لكم من الحكمة من فاردا يلي عم يلتقط الريباوند. تاريل ستاغلين عم بيرقص. 1-2 تاريل راح على الباسكت والاوكراني يا ليل يا عين. تاريل ولبنان والاوكراني يا ليل يا عين بيسجل. 5 دقائق و9 ثواني. 10 نقاط الفارق للبنان للحكمه. 84-54. الشيخ سام بنزل فارق مره جديده للسبعه. بلش البريشر، بلش ضغط الفاينل اكثر واكثر. الكره لمصلحه الحكمه لمصلحه لبنان. إلي رستم مره جديده كمان. إلي رستم بيبقى محافظ على الطابه بده يروح على الباسكت. إلي بوش الشيخ سام من دايما بيسجل الريباوند لمصلحه الفريق الاماراتي. طلال سالم للشيخ سام بعيد بعيد بده ياخذها بده يروح على الباسكت. اوه الشيخ سام من داي بيسجل. الفارق بينزل لخمسه. الفارق رجع لخمسه كان 10. تارال ستاغلن تارال لعند فاردا. فاردا بيروح على الباسكت. باسكت الا فاردا. باسكت الا فاردا على الشيخ سام. راح فاردا كمل ما بتفرق معه. فاردا على الباسكت. باسكت ان الشيخ سام بعده بالارض والطابه صارت بالباسكت وفاردا صار على الفري ثرو لاين والحكمه صار معه فارق 7-86-79 وباقي 4 دقائق و14 ثانية لنهايه الفاينل النهائي. مين راح يكون حامل لقب بطوله دبي الدوليه بنسختها 27 لكره السله؟ مين رح يتوج بالكاس؟ فاردا عن الفري ثرو لاين. فاردا بيسجل. فاردا عن الفري ثرو لاين نقطته العاشرة. فارق بيرجع بيطلع على 8. 87-79. سامي اليان بيخترق على الباسكت بيحصل على الخطأ من رشاد بال. رشاد بال بيرتكب على الخطأ الثاني الشخصي. يونس خميس بيطلع على البنش. تسديدتين على الفري ثرو لاين لسامي اليونغ. الأولي بيسجل منها سامي اليونغ. الثاني كمان 30 نقطة. فارق بينزل مرة جديدة لستة. رودريك عار رجع دخل للملعب. 4 دقائق و6 ثواني. بيفصلوا الحكم اللبناني والأهلي الإماراتي عن سافرة النهائي لبطولة دبي الدولية. رودريك لرشاد بال لازم يطلعوا الطابة بسرعة. رشاد بيقطع الملعب. تارال ستاغلن بيدافعوا عليه بالشراسة. طلال سالم فول بناية على تارال ستاغلن. تارال وصلها لعند رودريك. رودريك عقل لتارال يلا اوبن شوت عن ارك تري بوينت. اتركتوه ليش هو بينترك؟ تارال ستاغلن بيسجل نقطة 26 وبيطلع الفارق لتسعة مرة جديدة. تارال ستاغلن بيضرب من المسافة البعيدة. اير بول. الطابة للبنان. الطابة للبنان وبيتر شامرز عم يطلب تايم اوت. بيتر شامرز عم بيطلب تايم اوت. 3 دقايق ونص
لا يخلص الجيم. الجمهور اللبناني وراي كل وقت. شوف التايم اوت. جمهور الحكمه اللي قاعد على اعصابه بعد فيه 3 دقائق ونص، وثلاث دقائق ونص بتفصل الجمهور اللبناني الحكماوي عن الكاس الاماراتي بدبي. صاله مكتوم بن محمد حال مكتوم، ما رح نحكي كثير عن الاحتفالات الحكماويه قبل ما نكفي هالدقايق. المباراة عم تكون كلوز للاخر. تيريل ستاغلن، تيريل تيريل ستاغلن تحت الباسكت، تيريل ستاغلن بيسجل من تحت الباسكت وتيريل بيعطي التقدم للبنان. الكرة لمين؟ لتحت الباسكت، كمان بتطلع لبرا لعند الشيخ سام، بده يشوط تركو رودريك، بده يشوط عن ارك 3 بوينت. الشيخ سام ما بيسجل. الريباوند يا فاردا لمين؟ البوسيشن بتبقى للفريق الاماراتي، بتبقى للفريق الاماراتي. الفارق 11 نقطة، دقيقتين و46 ثانية. فؤاد ابو شقرة بكل مال الكلمة من معنى مدرب استاذ بيعرف يركب اجانب الفرق، خذوها من عندي وعلى مسؤولية الكاملة. دقيقتين و46 ثانية. بالمناسبة فؤاد أبو شقرة أكثر كوتش أحرز لقب هالبطولة، 4 مرات مع الرياضي، مرتين مع الشانفيل، وإذا أحرزها رح يكون أكثر مدرب أحرز البطولة، والمدرب الوحيد بعتقد يلي الله يعطينا عمر ما رح يكسروا حدا هالرقم، إنه يكون في عنده 3 فرق مختلفة أحرز معهم البطولة. على كل الأحوال بعد ما في شيء خلص، الجيم صعب هلا. الفارق عم يرجع ينزل ل 9 92 83، دقيقتين و44 ثانية لنهاية الجيم. صاميال يانغ 32 نقطة، يانغ على الفري ثرو لاين بيسجل يانغ. الفارق عم ينزل لا 8 نقاط. رودريك عقل، بدنا كل العقل هلا يا رودريك. رشاد بل طلع الطابه، بيبقى محافظ على الكره للحكمويه. تيريل ستاغلن، تيريل بيهرب، تيريل من ارك 3 بوينتس ما بيسجل. تيريل ستاغلن الريباوند لساميال يانغ، خطر على النزل الإماراتية. ساميال يانغ بيحصل على الخطأ من رشاد بال، الخطأ الرابع على رشاد بال، الخطأ الرابع على رشاد بال. مش سهل توقفه أبدا لساميال يانغ، هيدا اللي حكيت عنه بداية الجيم، هيدا اللي حكيت عنه، وحش بشري ساميال يانغ. الأوفنس إماراتي، طلال سالم، طلال سالم، وفي خطأ على إلي رستم، خطأ على إلي رستم. كرة لمصلحة الفريق الإماراتي، رح يكون في تسديدتين على الفري ثرو لاين، فرصة لهم ينزلوا الفارق. بطلت تمشي الدقايق كمان، دقيقتين و13 ثانية. شلت عيني شوي بركي بيزمطوا تحت الدقيقتين. لا
طلال سالم على الفري ثرو لاين بيسجل واحد من اثنين. الريباوند للبنان، سبع نقاط التقدم. ترال استغلن لعند فاردا، فاردا بيهد الملعب، لازم يلعبوا الثواني للاخر، كلهم استخدمون، ضيعوا قد ما فيكم من الثواني. اللاست 2 مينتس، اخر دقيقتين. يلا ترال في خطا، سامويل يونغ مشينا اوفنس، وفهمنا كمان على الديفنس. خطا الثاني 92 الحكم اللبناني، 85 الاهلي الاماراتي. اوت اوف باوند لمصلحه الفريق اللبناني. فاردا هو بيستلم الطابه، بفتش على ترال، توصل لعند ترال ستاغلن، بول هاندلر الفريق اللبناني، ستاغلن من نقطتين ما بيسجل. الريباوند الشيخ سام بن داي، الريباوند الشيخ سام بن داي، والطابه مع الفريق الاماراتي. الشيخ سام عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجلها. اير بول الطابه للبنان، اير بول الطابه للبنان. الشيخ سام معصب، الشيخ سام صاحب ال 24 نقطه معصب، بس جمهور الحكمه مولع ناطر. دقيقه ونص، رودريك عقل، فارق سبعه للفريق اللبناني. الحكمه بالاوفنس، لبنان مع الطابه، رودريك عقل، بول اندلر الفريق، رودريك بيكمل على الباسكت، بوصلها لعند فاردا، فاردا كمان تورن اوفر، ووكينج على فاردا، لك ليش يا فاردا، تورن اوفر على فاردا. بوسيشن بتنتقل لمصلحه الفريق الاماراتي. دقيقه وخمس ثواني، سامويل يونغ بده يخترق على الباسكت، بيسجل ما بيتوقف. 35 نقطه سامويل يونغ، الفارق بينزل لخمس نقاط. دخلنا اخر دقيقه، خمس نقاط، الحكمه معه الطابه، رشاد بال بيطلعها، اوه بيتقطع رودريك عقل، بتبقى لمصلحه الفريق اللبناني. لازم حدا يساعده لرودريك، رودريك لعند الي ريستوم، الي ريستوم بيبقى برافو يا الي، عم بيضيع قد ما في ثواني بس ما تعمل تورن اوفر. ترال استغلن، لازم يشوط ترال، ترال ما بيسجل. الريباوند للفريق الاماراتي، اوه الكره مع الاهلي الاماراتي. سامويل يونغ من ثلاث نقط ما بيسجل لك. الريباوند لرودريك عقل، خطأ على رودريك عقل، خطأ على رودريك عقل، خطأ على رودريك عقل. 28 ثانية باقي، 28 ثانية باقي، شو هالمباراة، شو هالجيم، أعصاب، أعصاب بالملعب ما في، أعصاب بمدرسة الحكمة الأشرفية ما في، أعصاب ببروس كافيل ديكويني والكاسليك ما في، في البيوت بكل المناطق اللي عم يحضر الحكمة ويتابعوا الحكمة عبر شاشة التلفزيون. مستقبل على النار، 92-87. سعيد مبارك عند الفري ثرو لاين، سعيد القولي بيسجل منا، سعيد مبارك نزل الفارق لأربع نقاط، كله وارد. سعيد بيسجل كمان، عم بينزل الفارق حاليا لثلاث نقاط، 92 الحكم اللبناني، 89 الاهلي الاماراتي. تايم اوت، من بعدها رح تكون الطابه مع الفريق اللبناني من نص ملعبه. خلينا نسمع التعليمات. Thank you.
28 ثانية بدهم شي 28 حبة أعصاب يمكن. ترال ستاكلن والفاردا على الأوفنس عم يضيع الوقت. فاردا بروح على الباسكت. يو فاردا بيسجل نقطتين جديد للبنان. فارق بيرجع بيطلع لخمسة. فاردا بيعمل الخطأ الرابع الشخصي لإله. وكان ذكي كتير استعمل كل الخبرة اللي عنده إياها فاردا بهالأوفنس اللبناني. نقطة ال 12 لفاردا. ساميال يونغ على الفري ثرو لاين. ساميال يونغ بيسجل نقطة ال 36. 36 نقطة لساميال يونغ. فارق بيزل أربعة. يونغ بيسجل ما بيضيع عن الفري ثرو لاين. 37 نقطة الفارق. 4 للبنان. 94-90. 18 ثانية فاصلة 6 أجزاء من الثانية لنهاية الجيم. فاينل دبي. ثانية الطابة رح تكون مع الحكمة من نص ملعب الأهلي بعد هالتايم أوت. رودريك عقل. رودريك يلا رودريك يلا بصيروا 5 سكندز. باتش بتقطع الطابة بلا تورن اوفر. لك يا خيي دخيلك عم تعمل لي تورن اوفر. 94-91 ممكن يعدلوا الأرقام. ساميال يونغ ما بيعدل الارقام. إلي ريستون بيلتقط الريباوند. إلي ريستون بيلتقط الريباوند. والحكمة ما بيلبق لها الا إلي. وإلي ما بيلبق الا للحكمة. والكاس قرب. اصبعت فيه 5 ثواني. شو عمل فاتش قبل شوي؟ يعني لو سجلها كان احسن. هو ما بده يسجل ليضيع الوقت. هو ما بده يسجل ليضيع الثواني. بس الطابة مع الفريق اللبناني. 3 نقاط الفارق. بقي 5 ثواني. رودريك عقل بوصلها لعند إلي ريستوم. وإلي ريستوم والله وجابها الريستوم. إلي ريستوم بيعطي اللعب للحكمة بعد 15 سنة. الحكمة بطل دبي. الحكمة ربح دبي. شو الاستاذ يا فؤاد ابو شقرة. مبروك للحكمة. مبروك للبنان. مبروك لكل الحكموية. مباراة مجنونة. مباراة حلوة. مباراة اعصاب. حكمة بطل دبي. لبنان بالمرتبة الاولى. واللعيبة اللبنانية عم يحتفلوا مع المدرب فؤاد ابو شقرة. يلي قبل ما نروح نبلش مقابلاتنا وننقلكم أجواء الحكمة النشيد الوطني اللبناني من الجمهور اللبناني. مبروك للبنان. مبروك للحكمة. ولعت اكيد ببيروت. ولعت بكل المناطق. جمهور الحكمة هيدا اللعب بيعني لهم كتير. هيدا اللعب مهم. هيدا لعب دبي. وهيدا الحكمة بالمركز الاول. ربح على بطل العرب. وربح على كل الفرق بدبي. واستاذ النهائيات استاذ
الفاينلز فؤاد ابو شقره. اول شيء بدي اقول لك مبروك، الكل كان عم بيصلي لك بلبنان وانت بينبقى لك. اول شيء بدي اقول نشكر الله لانه عن جد كل اللبنانيه كانوا معنا. ماتش كثير كبير، قلت لك فريق كثير كبير رجعوا على الماتش، بس انتصار كثير حلو لنادي الحكمه بعد 15 سنه يقدر ياخذ بطوله دبي 2002 اخر مره ربح الحكمه. بقى انا بدي اقول نشكر الله اول شيء دائما. بدي اقول شكر خاص لراعي عبد رشيد بيروت سيدنا المطران بولس مطر، ولرئيس مدرسه الحكمه البير جان بول ابو غزالي، ولا بدي اشكر كل العالم وبالاخص جمهور نادي الحكمه اللي وقف معنا ما تركنا وقت اللي كل ما حدا كان واقف معنا. انا بدي اقول كمان لكل اللبنانيين انه نادي الحكمه ركن اساسي، وهذا الركن لازم يضل عايش وواقف. هود الشباب اليوم برهنوا عن رجوليه كثير كبيره، بعطيهم كل الكريدت، بعطي الكريدت لكل القيمين عندنا بالنادي. بدي اتشكر اللجنه الاداريه اللي وقفت حدي، هارون غالب، سامي برباري، سمير نجم، وجوزيف نعمي. اوكي، وانا اللي بدي اقول لك اياه هون كمان اثبتت انك استاذ بتعرف كيف تركب فرق، بتعرف كيف تنقي اجانب، ليك كيف انا انا صبحي انا من الاشخاص اللي بترك كل شيء بايد الله. صح. وبشوف ايد الله بكل شيء، وهذا الشيء اللي صار معي اليوم. وبدي اقول شغله كمان اليوم انه انا كمان بتشكر عائله المرحوم انطوان شويري، لانه لمن عيدتها للست روز وعدتها بثلاث شغلات، هاي وحده منهم عم تتحقق، وان شاء الله ان الله راد في شغلتين بعد بيتحققوا. انطوان شويري هو اللي عملنا الباسكتبول بالشرق الاوسط مش بس باسيا. انا قلت خلال الجيم في كثير ناس قالوا ليش راح الحكم على دبي، قلت لهم مش بس امبراطور الدعايه والاعلام بالعالم العربي، استاذ مين عمل دعايه واعلام بالعالم العربي. نحن اليوم كل طجه بتنطج فيها رحمه على روحه لانطوان شويري. طلبت منا بعيد مارم تانوس انه نعمل الديس للبريزيدان انطوان شويري، وعدتها بشغلتين انه رح نربح دبي، وعدتها كمان انه في شغله ثانيه رح تتحقق قريبا، لانه بريزيدان انطوان شويري عملنا باسكتبول مش بس بلبنان، بالدول العربيه وباسيا، ولازم يكون موجود دائما. ونادي الحكمه كل اللي مرقوا عليه الرؤساء كانوا عن جد عطوا من كل قلبهم، من بريزيدان اري شلهوب لا بريزيدان جورج شهوين لا بريزيدان نديم حكيم لكل العطو، كلهم عطوا. انا بدي اقول شغله انه هذا الربح هذا هو لجمهور الحكمه اللي عم يحضرنا بلبنان، وهذا الربح للعيبه اللي قتلوا من كل قلبهم وبيستاهلوا الربح. ثانك يو لك كوتش فؤاد. فاز رح يكون على جنبي رودريك عقل رودريك يعني رودريك مبسوط. هيدا الكاس من اغلى الكاسات اللي بتحصل عليهم، 15 سنة مرت عن بطولة دبي، جمهور رائع، بطولة كثير قوية، معنويا مهمة لكم. شو رأيك بعد هالفوز؟ جيم كان كثير صعب عن جد، سبيشلي بسكند هاف عملوا كومباك، بس فريقنا عم بيقاتل، عم نلعب مع بعضنا وبنستحق انه نربح. كريدت كثير كبيرة لكل كل العالم اللي عم تدعمنا، خاصة الجمهور، وكريدت كمان كبيرة للفريق اللي معنا، التيم ميتس الكوتشية، كل العالم اللي عم ضحوا بنادي الحكمة تقدرنا احرزنا هيدا اللقب، وان شاء الله بنكمل بهيدا الرذم ببطولة لبنان. قديش شفت هيدي البطولة الليفل تبعها كثير عالي؟ كثير كان عالي المستوى، بطل العرب كان موجود، بطل الامارات، منتخب الامارات، ثاني افريقيا من تونس، وفرق مصاربه كثير منيح، ليفل كان كثير عالي ومتعب كان لنا، سبيشلي نحن سكجول تبعنا كنا لاعبين جيم قبل لبنان وهلا كمان راجعين على لبنان. ان شاء الله خير بهدي هذا الفوز لجمهور نادي الحكمه اللي مثل ما قلت متعطش كثير للبطولات، وبنهديهم هذا الكاس. ثانك يو لك كمان. رح اخذ الرئيس نديم حكيم الى جنبي. بريزيدون نديم حكيم، بعد 15 سنة رح ترفعوا كاس بطولة دبي، ما رح اسألك كل شيء سألتك اياه قبل، خبرني شو حاسس بعد هالجيم الحلو، كل شيء اعصابك كيف؟ بكل يعني كنت كثير اعصابي بس بقيت رايق، بس بكل صراحة بعدني هلا مش مصدق عن جد. مبروك للكل، مبروك للبنان، مبروك للحكمويين كلها، هيدا بيدل لما يكون في جهد الكل كل سبب بننجح.
ان شاء الله ان شاء الله بعد الحكمة بتصير بعد اعلى واعلى. وقديش حاسس انه هيدا الشيء رح يكون ايجابي على نادي الحكمة؟ يمكن اليوم هلا الكل بينسى كل شيء والكل بفكر كيف ربحوا بطولة دبي. هلا نحن بس عم نفكر حكمة وغير ما في غير الحكمة. مبروك لك، مبروك لجمهور الحكمة. شكرا لكم على كل شيء. ثانك يو لك كمان. انا بدي اخذ الى جنبي اللي رستم يلي وقت قلت عنه لاعب رجال بالمباراة النصف نهائية، انا بالنصف نهائي قلت عنك انت رجال، انك قالوا لك يمكن انه واليوم كنت رجال باخر دقيقة، ان كان بالريباوند يلي اخذته او ان كان بعدين بالسلام دانك. اليوم انت عن جد رجال. الي الحكمة اليوم بطلة دبي، بطولة كتير مهمة مثل ما قال كوتش فؤاد، شو حاسين وقديش مبسوطين؟ قديش هاللعب مهم لألكم؟ أنا صراحة مثل ما قلت الحمد لله كانت على الصعيد الشخصي بطولة كتير منيحة لإلي، وعلى الصعيد الفريق كانت بطولة عن جد حلوة، كسرت لنا الريت، بتعرف أنت شو عم يصير معنا ببيروت، هيدي هلا ترجع تعطي روح جديدة للفريق. كما العبها نحن عنا بطولة دبي كتير حلوة، أنا بحبها كتير، والفريق كله كنا عندنا مصممين نحن من أول هرجينا أنه بدنا نربح البطولة. الحمد لله توفقنا بالجيم دمي فينال وفينال، كان عنا جوب غيرنا بالجيمات دمي فينال وفينال ريبا بربحك مرات باس بربحك، فعشان هيك نعمل مالتي جوب. أنا على كل الأحوال أكيد بدي أقول كمان باسمي وباسمك مبروك لكل جمهور الحكمة اللي كانوا عم يحضروكم اليوم بكل وطن لبنان، كانوا كتار وبرات لبنان، كانوا هلا هنا مدرسة الحكمة بالملعب وعم يحضروا على الايس كريم، بدي لهم بحبهم كثير، من الدعم الكبير لنا، بدي واجه لهم تحية هلا، بقول لهم مبروك لكم. مبروك لك كثير، ثانك يو. فإذا كمان بالوقت عم نشوف في تسليم درع تذكارية لتلفزيون المستقبل بتسلمها المشرف على الرياضة الزميل حسام الدين سبيبو اللي كان عنده جهود جبارة لحتى يكون في نقل مباشر لبطولة دبي الدولية، وبكل تأكيد حسام جاب الكاس حتى لي بوشي ما بعرف يعني. فإذا هيدي أكيد كمان منا لكل إدارة تلفزيون المستقبل، وهيدا الشيء بأكد أن تلفزيون المستقبل نحن من مدرسة نشتغل بكل الظروف بكل الأوقات، ما عندنا مشكلة. حسام يعني هيدي السنة الحمد لله 7 إيفنتات يمكن نقلوا، 7 كانوا رياضة على الفيوتشر، حتى شهر التسوق كان لك إيد فيها، وعدنا السنة الماضية نحن وبدبي إنه رح يكون عنا كتير إيفنت، وهيدا الشيء عملناه. شو بعد في شيء جديد وكيف كانت هالسنة؟ بعد عنا سكي كمان مع الشباب بالأرزو بكفر دبي. هلا هو أحلى فرحة صبحي إنه بداية بدي هني نادي الحكمة يلي من 2002 بعد 14 سنة عم بيرجع يربح دورة دبي على تلفزيون المستقبل، تلفزيون المستقبل يلي دايما عم بكون عم بيلحق كل الفرق اللبنانية وين ما كانت بكل أحداث رياضية اللي عم بيطلع بإيدنا، والحمد لله عم بيطلع بإيدنا إنه كل شيء عم بيصير خارج لبنان عم بكون فقط على تلفزيون المستقبل، والحمد لله. يمكن تحكيت قبل شوي هذا الشيء ما بس هو من خلال عقود، هو من خلال ثقة لكل الناس وعلاقات اللي عم نشتغل معها، والحمد لله هالساعة عم بتزيد يوم بعد يوم، وهالشيء ترجم مثل ما حضرتك قلت بمهرجان دبي للتسوق، حتى كمان كان اليوم السبب موجود وبالإيفنتات اللي صارت قبل البطولة العربية ودورة حسام الحريري وبطولة هشام جارودي للسيدات وغيرها من الإيفنت، والحمد لله إن شاء الله جايين كتير بعد إيفنت موعد الجميع إن شاء الله يا رب مثل ما أنت قلت بظروف صادقة. توضيح عن بطولة غرب آسيا بس لأنه كمان كتير عم بينحكى عن بطولة غرب آسيا، نحن أنت حكيت يمكن غير تقنيا إنه نقل صعب صحيح، نحن بطولة غرب آسيا ما بحياتنا كانت عنا بطولة آسيا ولا بطولة غرب آسيا، نحن دائما دورة دبي البطولة العربية كنا دائما ملتزمين مع كل الفرق اللبنانية مما كان يكون، يعني حتى في سنة من السنوات بطولة دبي لعلناها وما كان فيها فرق لبنانية بس التزاما منا مع القيمين على دورة دبي، اللي جربنا نفوت مفاوضات نحن واتحاد غرب آسيا ولكن مفاوضات شوي كانت صعبة لنواجه المباريات النادي الرياضي لجمهور النادي الرياضي، ولكن للأسف صحيح النقل ما كان تقنيا كان صعب نقل، حتى العلاقة كانت مع إن شاء الله مع اتحاد غرب آسيا، بركي بالمستقبل يكون في وقت أكثر لنصير نتفق نحويون على تفاصيل أكثر، وإن شاء الله رياضي بالتوفيق هو شونفيل كمان بغرب آسيا مثل الحكمة بيض وجهنا اليوم. شكرا لك الزميل حسام زبيبو المشرف العام على الرياضة بتلفزيون المستقبل، اليوم كمان تلفزيون لبنان يلي عم بينقل معنا هالمباراة، وطبعا تلفزيون المستقبل يلي بهمه يوصل الصورة لكل اللبنانية، نحن من هالمدرسة، نحن من هالتعليمات، نحن من هالشغل،
نحن والكل واحد، ونحن وتلفزيون لبنان ان شاء الله في تعاون قادم اكثر اذا الله راد، وبالرياضه ان شاء الله يكون خير. الحكم اليوم بطل، الحكم اليوم العريس مثل ما شفتوا عبر شاشه الفيوتشر. الحكمة أحرز لقب بطولة دبي بمباراة رائعة، بمباراة كتير حلوة، وبمباراة كمان يلي عم يحضرونا وين ما كان. كل اللي عم يحضرونا بفرنسا بباريس هيدا حدا بحبه كتير. هلا يعني رح اتاكد اذا بعدهم اونلاين عم يحضرونا رح اقول الاسم، بس خليني اتاكد قبل. كمان جمهور الحكمة الكبير بيستاهل اليوم هالربح، بيستاهل هالجيم الحلو. كل اللي عم يحضرونا وين ما كان تحياتنا لكم. ما زال عم يتقدم الدروع التذكاريه، وما رح نترككم غير مع الكاس لنادي الحكمة. كل اللي عم يحضرونا بباريس بفرنسا، كارين خوزامز عني انا اكيد بدي وجه لها تحيه بفرنسا. كل اللي عم بيحضرونا وين ما كان كمان ما بدي انسى حدا، بس هاي الشخص كثير بعزه وبحبها، واكيد بدي من الكل انه يصلي لها لخوزامز تصير احسن واقوى واحسن اذا الله راد بالايام اللي جايه. على كل الاحوال الحكم اليوم بطل، الحكم اليوم عريس، الحكم اليوم بالمركز الاول. صارت مكتوب بن محمد عام مكتوب عم تشهر في شيء عم ينعطى لباتش. خليني اتاكد بس شو هي افضل افضل لاعب بالبطوله، ام في بي البطوله، ام في بي البطوله الاوكراني باتش سامي اليوم سكور البطوله. باتش عم يحيي جمهور الحكمه، باتش عم يحيي جمهور الحكمه بالوقت يلي سامي اليوم عم ياخذ افضل سكور. كمان افضل شوتر على الارض على 3 بوينتس تيرال ستاغلن. سعادة اللواء اسماعيل عبد الله القرقاوي والسيد عبد الله الانصاري واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاماراتي. جمهور الحكمة ما بده يفل غير ما يستلم كأس البطولة فريقه على ارض الملعب. مرة جديدة بتشكر كل اللي سبونسرز يلي معنا، سبور سكول سبور اكاديمي سكول جامعة الانتونيش، هيدي رسمية بالادارة الفرق المحلية الرياضية ومساعد مدير جيم وغيرها من الاختصاصات. لأول شهادة من نوعها بلبنان بجامعة الانتونيش ببعبدا، اس اي اس سبور اكاديمي سكول، سلسلة مطاعم الصفدي. رجل الاعمال الصديق والزميل فادي الصفدي وإدارة مطاعم الصفدي السيد فضل فادي الصفدي والسيد عبد الرحمن فادي الصفدي. كل اللي شاركوا بروس كافيه، كل اللي كانوا معنا موجودين في دبي لننقلكم هالبطولة الحلوة اللي لها 12 سنة كمان عبر شاشة الفيوتشر. هي منتخبات الأندية العربية، الشيخ سامي داي أفضل لاعب
زالت الجوائز عم تقدم بأرض الملعب بصالة مكتوم بن أحمد آل مكتوم. أفضل لاعب صاعد محمود صوان من منتخب الإمارات مستلم الجائزة. اللواء سعادة اللواء اسماعيل عبد الله القرقاوي اللي ما زال عم بيقدم الجوائز. اذا بس يخلص عبد الله السبون حطه مقابل على الهواء ده مش زين. وين الوهمي وين الوهمي وين بابا في ايه في هو فؤاد أبو شعرة أفضل مدرب ببطولة دبي الدولية لكرة السلة. العلم اللبناني مع الجمهور اللبناني. دروع بعد عم تقدم بأرض الملعب. سعادة اللواء اسماعيل عبد الله القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة. المركز الثالث للنجم الساحلي التونسي. المركز الثالث فائزا للنجم الساحلي التونسي يلي ربحه على الافريقي التونسي بنتيجه 83-79. واكيد يلي فاذا اكيد المركز الثالث
بيتشو مانجو العملاق الانغولي وبيتشو مانجو حالياً على الميداليات التذكارية أظن أكيد يلي ربح المركز الثاني الأهلي الإماراتي بالمركز الثاني بعد أكيد كريستيانو كمان ما راح يجيب السكرين غير الجمهور الحكم بعض لوحده ورح نحن المباشر غير لما الحكم يرفع الكأس بطولة دبي الدولية بنسختها 27 لكرة السلة. خلينا نتابع أنا وياكم لاعبين الأهلي بالمركز الثاني استلموا الميداليات التذكارية وحاليا لاعبين الحكم بدهم يبلشوا يفوتوا لياخذوا الميدالية الذهبية. إدارة الأهلي والجهاز الفني المنجي شعور تونسي مساعد المدرب بيتر شامرز طبيب الفريق الإماراتي وإداري الأهلي الإماراتي أيضا إمارات كبيرة الأهلي واحد من أعرض العربي الأهلي الإماراتي والحكم اللبناني عم يطلبوا منه إنه يقرب لا يحصل على ميداليات المركز الأول بهالأثناء كأس المركز الثاني. كابتن الفريق سعيد عبيد عبيد الآن الحكم اللبناني الحكم عم بيقربوا لاستلام الميداليات. صباح وجو غطاس ورودريك عقل ويلي رستم بشير عموري وروي سماحة وجورج تعبون وشربال باتش باردا تكران وهذا بشعر عبد المدرب من دبي كوكو كمان مساعد المدربين الجهاز الفني الحكمة بطل دوري دبي الدولي بنسخة 27 لكرة السلة. Thank you.
الفريق مع الكيس بالمركز الأول. واحد اثنين ثلاثة كيس علم الكيس رودري عائل. شكرا على المشاهدة.